طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لكم جميعا، تحياتي لكل محبين ومتابعين قناة حقائق الأديان. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من الحلقة مع الأستاذ المفكر مصطفى البرازيلي الذي يعتنق معتقد الأرواحية، المعتقد الذي يجهله كثير من المتدينين. واجب علينا جميعا كمتدينين أن نطلع على ثقافة الآخر وأن نناقش الآخر في محتوى ما يفكر فيه، وأن نتعلم جميعا من الكتب السماوية أنها قالت: وخلقكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمعرفتي بحضرتك بناء عن ما تفكر فيه، ما تدلي به، ما تعتقده. فأنا كشخص مؤمن بالأديان، أنا أؤمن بحرية الرأي وحرية الثقافة والتحرر والتدبر والتفكر في هذا الكون. فيوجد آلاف مؤلفة من المعتقدات، كلنا جميعا مختلفين، ولكن نتفق جميعا على مبدأ واحد: أهل الأديان أو أهل المعتقدات الذين ينادون بوجود إله رب خالق كائن أوجد هذا الكون. نتفق جميعا مع بعض أن يوجد كائن أوجد هذا الكون. نختلف مع الملحد ولا ديني ولا أدري في مضمون هذه الرسالة، ولكن المبادئ ومبادئ القناة ومحتوى القناة وهدف القناة هي نقطة التقاء فكرية بين الأديان. هدف القناة نقطة التقاء فكرية بين الأديان، نجهل جميعا شرق أوسطي بالتعرف على معتقد الآخر. يوجد بعض من المعتقدات يقول لك إيه: افتح الكتب، ولنا كتب ومراجع موجودة عبر الإنترنت. عندما أفتح هذا الكتاب ولن أفهم منه شيئا، ولن أستوعب ماذا يقول هذا الكتاب. فمحتاج شخص متخصص يؤمن بهذا المعتقد، ينتمي لهذا المعتقد، أن يعلمني ويفهمني ويطلعني بالعامية بماذا يريد أن يشير هذا المعتقد لكي أوضعه تحت المجهر. وفيما بعد سوف يكون لي حرية الاختيار. قمة الأكاديمية، قمة الثقافة، قمة العلم، قمة الاختيار، قمة الحرية، قمة الديمقراطية، عندما تدلي بمعلومة لما تعتقد ويناقشك فيها الآخر. قمة المساواة بين البشرية في العقول، لا أحجر على الآخر وأقول أنت غلط، أنت كافر، أنت مهرتك، ولكن أناقش الشخص في مضمون ما يعتقد. القرآن قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فرسالة الإسلام هي: تعالوا نتناقش، نتحاور، نفكر مع بعض بصوت عالي، ده أمر طبيعي. أما الثقافة الشرق أوسطية، مع الأسف مع وجود الكهنوت الإسلامي والمسيحي والديني واليهودي، عملوا إقصاء للفكر المتحرر لباقي المعتقدات. قالوا: نحن والكبرياء. وهذا المنهج سوف نضرب به عرض الحائط لكي لا يكون مستقبليا أجيال متشتتين.
متحيرين لا يعلموا شيء. معانا في حلقة اليوم الأستاذ المفكر مصطفى البرازيلي، الشخص الذي يعتقد ويؤمن بمعتقد الأرواحية. ومعتقد الأرواحية هو يتكلم على ما وراء الطبيعة، عالم المجهول، عالم الغيبيات، العالم الذي تكلم عنه القرآن والإنجيل والتوراة والحضارة الفرعونية القديمة في مصر، وحضارة المايا، وحضارة السومرية. جميع الحضارات قالوا تكلموا على ما بعد الموت. الأستاذ مصطفى البرازيلي هو من المعتقد الأرواحيون، بيعطوا درس للخوض والتكلم والتفكر والاستدلال. خلي بالكم، الاستدلال برابط استدلالي على ما بعد الموت، ماذا يوجد بعد الموت، ما هي الجنة والنار، ما هم الجن، ما هم الملائكة، ماذا يعني الله، ما معنى تناسخ الأرواح، تقمص الأرواح. المعتقد الأرواحي من مبادئه، من أساسياته، من عناوينه تقمص الأرواح، تناسخ الأرواح. هذا المعتقد هل تكلم عنه القرآن؟ هل تكلم عنه من الإنجيل؟ هل تكلم عنه التوراة؟ هل تكلمت عنه البوذية والهندوسية؟ أم هذا المعتقد فريد من نوعه؟ معانا الأستاذ مصطفى البرازيلي أن يصحح لنا ويعلمنا ونناقشه في مضمون ما يعتقده، وهذا أمر طبيعي يا جماعة، نختلف مع بعض جميعا، ولكن نتفق كأكاديميين كعلميين أننا نناقش المحتوى، نناقش الفكرة. في بيننا بعض من التهكميين المتشددين، احنا كلنا لازم نعطيهم درس ان علم بعلم، منطق بمنطق، ايمان بايمان، هكذا تقيم الامور. مش لازم أنا عشان خاطر اختلف مع الاستاذ مصطفى يبقى اضطهده واقول انت غلط، انت خطأ، انت مش فاهم حاجة، انت زنديق، انت كافر، انت مرتد، انت مهرطق. لا، ليه لا يا محمد؟ بدليل أننا في كل منهج إسلامي ومسيحي ويهودي يوجد تعدد طوائف، ده المنطق. بما أننا مختلفين في الأفكار، فلماذا لا نرتقي لكي يكون بيننا نقطة التقاء فكرية، نتناقش مع بعض، نفكر مع بعض بصوت عالي. هذه الثقافة إن حضراتكم ساعدتونا في نشرها سوف يكون نهضة حقيقية في الشرق الأوسط، وارتقاء ذهني وثقافة، أو بداية ثقافة المعرفة الحقيقية. أستاذ مصطفى البرازيلي، أنا برحب بحضرتك أولا، أهلا بيك يا فندم على قناة حقائق الأديان، مشرفنا منورنا حضرتك وكل أتباع الروحانيين الأرواحية، المعتقد الذي يجهله الكثير، المعتقد الذي لديه أقطار ذهنية منفتحة بيتكلم على ما وراء الطبيعة. هذا المعتقد يا فندم لازم نعلم منه جميعا الكثير، نأخذ منه ونرد عليه. أستاذ مصطفى البرازيلي مشرفنا يا فندم ومنورنا،
في الجزء الثاني على قناة حقائق الأديان مع المعتقد الأرواحي. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. أهلا بك أستاذ محمد، أرحب بجميع حبايبنا المشاهدين وحبايبنا الناطقين باللغة العربية في كل مكان. أهلا أهلا بكم. اسمي مصطفى، أنا اخترت البرازيل لأن بعيش في البرازيل بقالي 29 سنة، والبرازيل النهاردة أصبحت وطني الثاني، لكن لا أنسى مصر. طبعا إحنا كلنا مصري يعني، وبحب مصر جدا 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 يعني، ومرحبا بكل الناس اللي عايشة في الشرق الأوسط وحتى خارج وطننا كلنا يعني. أولا أقول إن أنا يعني كل الأديان بالنسبة لي برحب بيها، وكل الديانات ممتازة جدا، خد بالك، وإحنا كلنا بنتبارى على حب الله سبحانه وتعالى. فسواء أنت كنت مسلم أو مسيحي أو يهودي أو غير ذلك، او الطوائف المتعدده دي، كل ده زي بعضه. المهم انت بتعبد الله سبحانه وتعالى، بتعبده ليك طقوس معينه بتنفذها وبترتاح ليها وبتتصل. تمام؟ هل انت غلط في ده؟ ابدا، انت صح جدا جدا، بس انصحك مالكش دعوه بالتاني يعني. يعني خليك في حالك، خليك تصلي زي ما انت عايز بالطريقه اللي انت عايزها. ممكن نقول بلاش تضطهد الآخر، ولكن اتعرف على الآخر وناقشه في مضمون كلامه. ممكن إيه لو هو حاب يناقش يعني، بلاش نتطفل على الاخر يعني. يعني مثلا لو حد جه سالني استاذ مصطفى ايه الاروحيه، هرد عليه، غير كده مش هروح ابشره يعني، مش هروح او اخليه يعطاني حاجه معينه. خليك على دينك زي ما انت، حتى احنا لن ندعي الانسان ان هو يغير دينه، خليك على دينك، المهم غير سلوكك، خلينا نتعايش مع بعض، خلينا ننهض باوطاننا ونتعايش في العالم الحديث بقى، العلمانية، واخد بالك؟ احنا عندنا كروحانيين عندنا تفاصيل زيادة، لو انت تحب تعرفها احنا تحت امرك، مش عايز تفضل. تعرفها ومقتنع فقط من اللي انت مقتنع فيه، ما تخافش يعني، ما فيش اي مشاكل، ممكن استمر على معتقدك وفي الحاجة اللي انت فيها، وتأكد ان انا بحبك بنفس الايه القدر، مش هينقص حاجه. لما نيجي نبدا بقى في الاروحيه وايه اللي حصل فيها، ظهر في العصر الحديث خاصه سنه 1800 وفي فرنسا بالذات ايام نابليون بونابرت وكده، ابتدت الثوره الفرنسيه وابتدوا يقصوا الاله، قال لك ان الدين ده آفة الشعوب، وابتدوا كانت خطبة في البرلمان، وتم عزل الله بقرار من العالم اللي كانوا في البرلمان الفرنسي، وابتدوا يضطهدوا الكنائس، حتى حصل حرق للكنائس وكده في فرنسا، للناس اللي هي بتروح تحاول تعبد الخالق بالطريقة اللي هم بيفهموها يعني. بعديها نابليون لقى ان السيطرة على الشعب مش تمام، فرجع تاني للكنيسة وتعطفهم، ورجع الاله بفرمان يعني، دي طريقتهم في التفكير. العصر الثوره الفرنسيه دي افرز لنا حاجات كتيره جدا جدا، حتى شفت انت الطباعه وكل الكلام ده، ثوره رهيبه جدا يعني. وظهرت الفلاسفه كتيره جدا جدا، وابتدوا يناقشوا حقائق الاديان، وابتدوا يناقشوا الكتب المقدسه وكل ده، وابتدى في زي ما بيقولوا عليها موجة جديدة، وهي اللي انت بتقول عليه في العالم العربي الإلحاد أو الماديين. فابتدى الإنسان معظم الشباب وكده ابتدوا يعتنقوا المادية، واخد بالك إن العالم اللي احنا عايشين فيه ده مجرد عالم مادي، وكل شيء وصل في الكون بطريقة الصدفة، واحنا لما نموت بننتهي، والسلام عليكم ورحمه الله، مفيش بقى حياه بعد الموت. فجات الارواحيه، ظهرت على يد ناس كتير جدا جدا يعني، في مش فقط ألان كارداك، لكن في كتير يعني، ظهرت في انجلترا، فما بقاش في يعني نبي معين جه وقال حقائق معينه من وجهه نظره يعني، انا اتصلت بالاله والاله قال لي كذا.
فحصل انتصار على قاعدة عريضة بقى، بقت فيه وسطاء في كل أنحاء العالم، وبقى فيه مش فقط على كارداك، في حاجات تانية، وفي عندنا جمعية للدراسات الروحانية في مصر على فكرة، مش عارف هم ممنوعين من النشر ولا إيه، لأني ما بشوف لهمش فيديوهات جديدة يعني. آخر فيديو ليهم كانت سنة 2018، اسمها الجمعية الروحانية، الجمعية المصرية للدراسات الروحانية، وجمعية ممتازة جدا جدا، ومعظمهم ناس مسلمين، وعندهم كتب قيمة جدا جدا، ونفس مبادئ الأروحية يعني. لو راجع معاهم هتلاقيهم بيتكلموا نفس اللغة يعني. الأروحية هنا في البرازيل ليها اتحاد فيدرالي، الاتحاد الفيدرالي البرازيلي بيراجع كل شيء يعني، على إن الاتصالات ممكن تكون من ناس طبعا مدلسين، يقول لك انا اتصلت ويجيب لك اي كلام. بتجي لك برضو اتصالات من ارواح عليا ممتازه جدا، وبتجي لك اتصالات من ارواح دونيا. احنا لازم نفصل بين كل انواع الاتصالات دي، وبيشرف عليها الاتحاد الفيدرالي البرازيلي. في اتحادات طبعا في اوروبا، في اتحاد في كندا، في اتحاد في الولايات المتحده، فالاروحيه منتشره في الغرب يعني، في عالمنا العربي لسه حاجة بسيطة يعني. المبادئ الروحانية بتؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن عن اقتناع يعني، تبحث الأول وتقتنع وبعدين تؤمن. خد بالك، بنؤمن بحاجة اسمها الري انكارنيشن، اللي هي إعادة تجسد الروح في جسد جديد، يعني إعادة تجسدك أنت. لما تيجي أنت اتولدت، أنت كنت موجود قبل كده في مكان ما، انت ما خرجتش من فراغ يعني، انت جيت وكان ليك قصص في حيوات سابقه، خد بالك. وبنعتمد جدا 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 على العلم، فالفجوه اللي كانت بين الدين وبين العلم الارواحيه جات علشان ايه؟ تصالح الدين على العلم، تقول ان في اله خالق لهذا الكون بالاثبات، خد بالك، تقول ان في اعاده تجسد للانسان بالاثبات، تقول ان في روح بتعيش بعد الجسد بالاثبات، وهكذا يعني. وفي تعدد العوالم، ان احنا بنؤمن برضه ان احنا لسنا وحدنا في الكون، في مليارات الكواكب المعموره، خد بالك، وامكانيه الاتصال بيننا وبين عالم الارواح. وفي ناس النهارده ومنظمات بتتصل بسكان الكواكب الأخرى للي يحب يعني، أنا مش مشترك فيها يعني. تمام، دي مقدمة سريعة كده، ونسيب للأخ محمد يقود الحلقة يعني. تمام أستاذ محمد. ما أعرفش، أنا شفت الأستاذ محمد خرج. أنا أيوه، لا يا فندم، لا يا هيرجع فندم، تاني. انا براجع ورا حضرتك يا فندم. حضرتك تمام قلت ان معتقد الارواحيه جاء ليصالح العلم مع الاديان. انا بتفق وانا ممكن صح اتبع، صح 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 انا صح بتفق وممكن اتبعك. عايزك يا فندم تذكر لي العناوين والاليه والكيفيه والقرينه والرابط الاستدلالي بين العلم وبين الأديان الذي يجهله كثير من المتدينين. هو بصراحة احنا أمامنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، زي ما أنا بقول ده، احنا عندنا مشكلة كبيرة ضخمة، وهي إن احنا نواجه نفسنا يعني. فالمشكلة دي العلم الحديث، فإما أنت تواجه العلم الحديث وتدرسه وتعترف بيه أو تنكره يعني، براحتك يعني. وبعدين ترجع وتشوف الكتب المقدسة، لأن الكتب دي كانت بتخاطب ناس من 5000 سنة، خاصة الكتب بتاعتنا اللي هي اليهودية والمسيحية والإسلام، كانت بتخاطب عقول ناس كانوا عايشين بدائيين يعني، شبه بدائيين، فكان لازم يكلمهم على قد عقولهم. فحسب عقول البشر وقتها كانوا بيشوفوه فقط، ما كانش فيه منظار، ما كانش فيه طيران، ما كانش فيه الحاجات دي، فبيعتمدوا فقط على النظر. فبيفتكر ان القمر ده مثلا
حاكمه يقدر يمسكه بايده مثلا، او الشمس نفس الحكايه، بيفتكر ان فقط اللي موجود في الكون اللي حواليه هو الارض اللي هو شايفها دي، والسماء القبه السماويه اللي هو شايفها دي، وشويه مصابيح نجوم حتى كانوا بيهتدوا بيها، كانوا ناس اذكياء جدا جدا، في ناس وصلوا لعلم كبير جدا. ما ابتدت بقى الفلاسفه تفكر يعني في عصر خاصه افلاطون، وافلاطون راجل وصل لفكره الريانكارنيشن بدون يعني بالفلسفه بالادله، قال لك لازم، لان لو ما فيش اعاده ميلاد يبقى في عدم تكافؤ الفرص. يعني حتى لو انت اتولدت في عصر ما، انت اتولدت مثلا في القرن الثالث الميلادي وعشت في عهد بقى الامبراطوريه الروميه واتخذوك ورموك لاسود وكده، انت ما عشت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الانترنت والحاجات دي، والعالم النهارده عالم ذكي جدا جدا، فيبقى غير عادل لو انت مت فقط في القرن الثالث وهكذا. ما بالك بقى الانسان الاول اللي ما كانش بيعرف لغه، ما كانش بيعرف الزرع، ما كانش بيعرف، يعني كان بيجري ورا الاكل والشرب زي الحيوانات، واخد بالك؟ فاحنا محتاجين في اول حاجه، المشكله اللي انا بقول لك عليها دي، احنا نواجه نفسنا وندرس العلم، واخد بالك؟ ونظريه التطور دي معظم المتدينين لا يعترفوا بيها، بيقول لك دي مجرد نظريه، لكن للامانه العلميه كل حاجه في العلم بنقول عليها نظريه، نظريه فيثاغورس، اي حاجه بتخرج بنقول عليها نظريه. لو جت حاجه هتطورها، لكن مش هتنسفها يعني. واخد بالك؟ في العلم دايما في تطور يعني. فجالنا دلوقتي تفاصيل كبيره جدا عن الكون، عن التكوين الكوني. واخد بالك؟ المجره بتاعتنا زي ما احنا قلنا اسمها درب التبانه، فيها اكتر من 100 مليون شمس، مش فقط الشمس اللي احنا بنشوفها دي. وكل شمس من دي بيتبعها كواكب، وفي حياه داخل الكواكب دي. فدي مجرد مجره واحده في تريليونات المجرات دي بره. واخد بالك؟ فالكون ده شيء رهيب جدا جدا جدا، مش مجرد الارض اللي احنا عليها والقبه السماويه اللي احنا بنشوفها دي، اللي هي مجرد انعكاس للغلاف الجوي بتاع الارض اللي بيمر الاشعه كلها بتاعت الشمس، وبتفضل الأشعة البنفسجية الزرقاء دي، إحنا بنشوف حتى السماء زرقاء لكده يعني. وأدخل في العلم، أنا مش عالم يعني، أدخل في العلم. في دكتور اسمه نضال حسوم جزائري، القناة بتاعته ممتازة جدا جدا، أنا دايما أشاهده، والراجل بيفسر كل شيء عن الكون، ويفسر كل شيء عن حركة القمر، وبيفسر كل شيء، هل الإنسان زار القمر ولا ما زارهوش وهكذا يعني. إحنا لازم نتعلم دي، ونتعلم نظرية داروين وكده، وبعدين نروح نقرأ الأديان. دي حاجة يعني. طيب يا أستاذ مصطفى، هو في سؤال بيطرح نفسه بناء عن المعطيات اللي حضرتك قدمتها، إن إحنا نفهم معتقد الأرواحية إن هو وسيلة، معتقد وسيلة للتقارب بين العلم والأديان، وده في حد ذاته يا فندم شيء مبشر بالخير. يعني أنا ممكن فعلا لو لقيت وسيلة للرابط بين العالم المجهول والعالم المادي ممكن انا اتبعه، لان كلنا جميعا يا استاذ مصطفى بنختلف على الغيبيات، نؤمن بالاديان حرفيا ولكن لا نعلم عن الغيبيات الا قليل. فلو لقيت انا معتقد زي الارواحي هو الوسيله للتقارب بين الغيبيات والعالم المادي، فسوف اخذ بالاليه التي لدى الأساتذة الأرواحيون. ولكن حضرتك ذكرت بعض من النقاط، ألا وهي عشان خاطر يبقى ليك وسيلة للتقارب بين العلم وبين الدين لازم تأخذ بالعلم الحديث المحدود، أنا بسميه المحدود. ليه يا أستاذ مصطفى؟ العلم الحديث المحدود مبني على فرضية ثم نظرية ثم علم قابل للتجديد وللتمديد وللتحديث. حضرتك ذكرت يا فندم، قلت ان احنا لازم ناخذ بالمنظارات او بالمناظير.
التي ترصد التلسكوب، التي ترصد حركة الكواكب والفضاء الخارجي. أيضا حضرتك قلت في يوجد طيارات وصواريخ ومكوكات فضائية بتخترق الغلاف الجوي. طيب هل لو سألت حضرتك هل ممكن الآليات دي ممكن أنا أخدها وأدونها، أدونها حرفيا وأحاول ألم بها علما وأخدها كوسيلة للتعرف على ما وراء الطبيعة؟ لا دي مادة بقى. مادة في بحث وفي بحث. اللي أنا كنت عايز المدخل اللي إحنا بنتكلم فيه إنك أولا تلم بالعلم. أول ما تلم بالعلم تتعرف على الطبيعة اللي أنت عايش فيها. أنت وجدت نفسك هنا زي ما أنا وجدت نفسي في هذا العالم بهذا الشكل. إحنا بنتعرف عليه، ولذلك يقول لك العلماء اكتشفوا مش خلقوا، مظبوط اكتشفوا. واخد بالك؟ اكتشفوا ان في مجره، اكتشفوا ان في كوكب، اكتشفوا، بس الحاجات موجوده. واخد بالك؟ احنا اكتشفنا، مجرد اكتشفنا، لكن ما خلقناش الكون ده. احنا اكتشفنا ان موجود. فانت لما بتتعرف على حجم الكون بتتعرف على عظمه الخالق. يعني انا شخصيا ازدادت نظرتي لله سبحانه وتعالى ان هو اعظم كتير جدا من احنا بنتخيله. واخد بالك؟ فدي اول حاجه انك بتتعرف على الكون. لما نيجي بقى نشوف بعد نظريه داروين، فاخواننا الماديين بيقول لك الاتي: ان الكائن بيورث الجينات بتاعته وبتحدث الطفرات، والكائن ده بيموت وانتهى دوره في الطبيعه، يعني يذهب الى العدم. واخد بالك؟ كروحانيين بقى بنقول لهم يا جماعة في حاجة حسب الاتصالات وحسب الأبحاث الريكارنيشن وكده، إن الكائن ده لا يفنى. الكائن ده في شيء بيحييه، الطاقة للتحيي دي اللي احنا في الأديان كلها بنسميها روح، واحنا برضو في الأرواحيين بنسميها روح، ولذلك احنا أرواحيين نسبة إلى الروح اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. محدش بيخلق الروح إلا هو. خد بالك، إله واحد خالق الكون ده بغض النظر بقى عن دينك إيه. يعني خلقك وخلقني وخلق البوذي وخلق كده يعني، ممكن ويعدل بين الجميع. مصطفى ممكن تدي عنوان للمشاهدين بالاير كارنيشن، الاير كارنيشن يا فندم ما معناها؟ هل هي التأمل؟ هل هي التدبر؟ هل هي التفكر؟ ماذا تعني لكي لا يعني لكي ريكارنيشن. نستهدف كلمة في البرازيل هنا مثلا كلمة كارني، كارني كارني معناها لحمة، اللي احنا بنقوله جسد. يعني أي لحوم هنا بتروح تشتري كيلو لحمة اسمه كارني. ري انكارني، ري يعني معناها إعادة أي شيء، ري بتعيده يعني. خد بالك، بتعيد الانكارني ان انت بتدخل في جسد، او بمعنى واضح كده اعادة تجسد نفس الروح، ريكارنيشن اعادة التجسد، ريكارنيشن او ايركارنيشن معروفة، ولكن اعادة التجسد. وفي بعض من الفئات ممكن يقول لك هل هي تعني اعادة التجسد الروحي والجسدي ام تعني اعادة التجسد الروحي فقط؟ لا لا لا، التجسد المادي يعني يتولد من جديد. يعني اه حضرتك اتولدت وانا اتولدت، ده اسمه ريكارنيشن. يعني انا ايه، انا كروح اتخذت كارني، اتخذت جسد جديد. بالك بجسدي انا يعني متفصل عليا يعني. دي عملية كبيرة جدا جدا، عملية الريكارنيشن دي لما نيجي ندرسها، لو حد يدخل في القناة عندي احنا بندرس بالتفاصيل، يعني بندرس كتاب الأرواح. فعملية الرينكارنيشن دي ما هي سهلة يعني. فأنت مثلا محمد يجي عليه وقت مثلا بعد عمر طويل، عنده 90 سنة كده، راجل عجوز ومليان أمراض وكده، ويتوفى. الجسد بتاعه ما بقاش يستحمل الوجود أكتر من كده، القلب تعب
وكل شيء يعني فشل كلوي و فيبتدي يخش في عملية ما يسمى الموت، موت الجسد. لكن الجوهر اللي هو فيه الأستاذ محمد بيبقى، الجوهر ده اللي احنا بنسميه الروح، اللي هو السر من أسرار الله سبحانه وتعالى. هذه الروح بتخرج إلى عالم الخالق عز وجل. كل الديانات بتاعتنا بتقول كده، مش أنا اللي بقول كده لوحدي يعني انتوا، بتتقل. معلش يا استاذ مصطفى، يعني انتوا كأرواحيون، عشان الناس اللي بتسمعنا اول مره تتعرف على هذا المعتقد يبقوا فاهمين، يعني انتوا حضراتكم كأرواحيون تؤمنوا بوجود اله رب خالق لهذا الكون؟ أكيد أكيد، ده المبدأ رقم واحد. حلو، أكيد، تؤمنوا بوجود وعندي اقتناع، الله. أنا ليس فقط مؤمن بل متأكد من وجود، أنا معلش مؤمن خليك ومتأكد من وجود الله سبحانه وتعالى. جميل، خليني انا اسالك، لان كل الافكار الخواطر ديت هتطرق في ذهن اي مستمع لمعتقد الارواحيون. تمام. هل حضراتكم تؤمنوا بوجود اله رب خالق، ووجود ملائكة، ووجود حساب وعقاب؟ تمام. كل ده موجود. هل حضراتكم تؤمنوا برسالة أو بصحة رسالة الأنبياء والمرسلين في الكتب السماوية؟ أكيد أكيد، وحتى تلاقي الأرواحية بما إنهم هم هنا في الغرب ومعظمهم مسيحيين، في كتاب لعلان كارداك اسمه الإنجيل حسب الأرواحية، فبندرس فيه كل أقوال السيد يسوع المسيح، لأن أنا بنعتقد إن يسوع المسيح جه وأفكاره من عالم الأرواح. فلو أنت تدرس الألغاز اللي هو قالها، لو تدرس كلامه وقاله هتستعجب، بس هو عايز تحليل، عايز وقت وعايز تحليل. كل الكلام اللي هو قاله علشان احنا نفكر فيه دلوقتي، مش مجرد نردده كده بدون تفكير. فاحنا بناخد اي اسف يعني بناخد اي حضرتك وعظه من وعظات يسوع المسيح، بنحللها جامد جدا وبنخرج منها بفائده رهيبه يعني. اتفضل. حلو، يعني انتوا افهم من كلام حضرتك، بتحطوا كلام يسوع المسيح اللي هو سيدنا عيسى وسيدنا محمد وسيدنا موسى تحت المجهر، وبتحاولوا ان انتوا تفنطوا كلامهم. تمام. انا شخصيا ولكن مؤمن، انا شخصيا مؤمن بنبوة النبي محمد عليه السلام شخصيا شخصيا يعني، شخصيا يعني شخصيا شخصيا يعني، ولا لان الارواحيين هنا يا دكتور يؤمنوا مصطفى، فقط عن الحد يسوع يعني. دكتور مصطفى، النقاط دي مهمة جدا وهتخطر اتفضل. في ذهن أي إنسان مستمع. هل تؤمن برسالة النبي محمد وعيسى وموسى؟ تمام. ودي كانت يعني الرسالات الأولى للإنسان العاقل، دي رسالات قوية جدا للإنسان العاقل علمتنا. لا يمكن أنا أقول لك الإسلام يعني علمني كتير، علمني إن في إله موجود، إله خالق، وإنا ما كنتش درست أساسا يعني. تخيل مثلا أنا لو خرجت في مكان ما كانش يؤمن بإله أساسا، كان زماني غافل يعني. خلاني حللت اكتر، طب عايز اتعرف عليه، طب عايز اتعرف على عظمته، طب عايز اتعرف ليه ده بيحصل في الكون، طب عايز اعرف ليه الناس بتتعذب. الاسئله اللي عندنا دي واخد بالك، بنبتدي نوسع معلوماتنا، لكن احنا طب خارجين يعني انت بمعلومات يعني انت قويه من الديانات بتاعتنا اساسا. معلش انا متاسف، يعني انت حطيت القران والانجيل والقران والتوراه تحت المجهر، وابتديت نقول ان الايات دي والتوراه والانجيل والقران هي كتب صحيحه، وبتحاول تعمل لها رابط استدلالي بين العلم وبين الاديان. طب في سؤال يا فندم هيطرح نفسه لحضرتك، بما انك انت اكتر ذهنيك واكتر ذهني اكتر ذهن جميع الأرواحيون الذين يتكلمون على ما وراء الطبيعة وصلوا لهذه المرحلة وهي الارتقاء الذهني، لماذا أيوة. لم تلحدوا؟ لماذا لم لماذا لم تلحدوا؟ نلحد يعني؟ يعني ايه نلحد؟ يعني نؤمن بالمادة.
يعني طبعا تؤمن بالمادة وتكون لا ديني ولا لا أدري أو ملحد، لأن اللي بيتكلم ما وراء الطبيعة هو قلت اذا كان اليسوع احنا ارواح، الاستدلالي. اسف، اذا كان احنا ارواحيين بنؤمن بالروح اساسا وعالم الارواح، ورئيس هذا الكون، رئيس هذا العالم ما وراء الطبيعه هو الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ احنا لما بنيجي نبحث مع واحد صديق لنا مادي، طبعا احنا لا يمكن نميز بينهم او نعاملهم معامله سيئه، دول انسان زينا بنعامله بمنتهى اللطف ومنتهى المحبه وكل شيء. لو واحد مادي عايز يناقش، احنا تحت امره نديله الاثباتات ونوصله للايمان بالخالق عز وجل. خد بالك؟ هو مش عايز يؤمن، هو عايز يبقى فقط بيقولوا عليه لا ديني، بيقولوا عليه ربوبي، مش في ناس بيقولوا عليها ربوبي. والربوبيه انا عندي في القناه فسرت كل الديانات دي، سواء المسيحيه، الاسلام، اليهوديه، الماديه. احنا ناقشنا كل العقائد دي، واخد بالك، في القناه عندي، لو حد يرجع ممكن يتفرج عليها بهدوء يعني. لكن الديانات دي ديانات ممتازه جدا، واخد بالك، لكن هي جت كلمت شعوب هو في في حد فرق عقولهم، ما كانش دكتور في علم مصطفى، ايام زمان. دكتور ما مصطفى كانش. انا اتفضل دكتور اتفضل مصطفى اتفضل. اقبلها مني بالمحبة، خليني انا اتناقش مع حضرتك، اقبلها مني بالمحبة والارواح يكون دايما جميعا عندهم سعة صدر، لان هذه الاسئلة سوف تترك في ذهن اي انسان مستمع لهذا المنهج الجديد بالنسبة لهم. اذا كنت جميل. حضرتك بتدلو بتوضيح لمعتقد الأرواحية على أي قناة من القنوات، فممكن حضرتك إن أنت تكون ممنهج لتوصيل رسالة. أما لما حضرتك تدلو بمعلومات دقيقة وحاسمة على قناة حقائق الأديان التي تحتوي على جميع المعتقدات، إسلام ومسيحية ويهودية وبوذية وهندوسية وبهائية وشهود يهوة جميع المعتقدات، فمعلش حضرتك الرسالة لازم أن تكون واحدة واحدة وتفنطها وتعمل لها قرين عشان المستمع يقدر يحصل له يعني رياكشن ذهني ويفهم أنت عايز تقول إيه. جميل. هنرجع بقى لتقارب العلم مع الدين، هي دي النقطة اللي الأرواحية ساهمت فيها جدا، وطبعا اتحاربت جدا من الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، وتم حرق كتاب الأرواح وتقدم على كارداك للمحاكمة. خد بالك، كل ده حصل يعني، لكن المحكمة برئته، واخد بالك، والكتب دي ابتدوا يسربوها للبرازيل، ولذلك البرازيل هي بقت من أكبر الدول اللي بتحتوي على أرواحيين. ممكن تحكي لنا بإيجاز ايه اللي حصل مع مؤسس الأرواحية في المحاكمة الكاثوليكية او المسيحية؟ طلع براءة، لأن هم شافوه راجل ممتاز، راجل بيؤيد الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، راجل مسالم، مش عايز يهد كنائس ولا عايز يشيل حد من دينه ولا كلام من ده. ده مجرد ان هو بيشرح بالتفصيل، في سنة كام يا فندم؟ التفصيل الممل حقيقة الوجود. في سنة كام يا دكتور مصطفى؟ ده الكلام ده صدر كتاب الأرواح سنة 1857، لا قبل ظهور كتاب داروين ب4 سنوات. قبل صدور كتاب داروين بأربع بأربع سنوات سنوات وكان معلومة بيقول إننا كائنات متطورة. دي معلومة جديدة، دي معلومة جديدة، يعني أيوه، مؤسس وصانع داروين كتاب أصدر الأرواحية، كتابه سنة 1861. يعني مؤسس كتاب الأرواحية أصدر كتابه قبل صدور كتاب داروين بأربع سنوات. بالظبط بالظبط. جميل جدا. سؤال يا فندم، سؤال بعد إذنك، متى تم محاكمة أو إدانة مؤسس المعتقد الأرواحي؟ هما الكنيسة هاجت على الكتاب، على صدور الكتاب، لأن الكتاب بيقول إن إحنا كائنات متطورة، فبكده لا يعترف بوجود آدم وحواء وقصة الشيطان والتفاحة وكده. فالكنيسة
الكنيسة دخلت في حالة من الذعر، يعني ازاي افكار زي دي تبتدي تجيلنا؟ ازاي احنا متطورين؟ يعني احنا كنا حيوانات مثلا ونبقى انسان. فابتدوا جابوا الكتاب وحرقوه، وبعدين عملوا له بقى ايه، قضية، رفع عليه قضية، فاتقدم في فرنسا سنة 1859، والقاضي القضاة كلهم سألوه وطلع براءة، يعني خد بالك. وكمل في نشر المبدأ الروحانية ده، كان في مجلة روحانية صدرت لحد ما هو مات، يعني هو توفى سنة 1866 على كارديك يعني. بعديها جميل. الأروحية كملت مع وسطاء كتير ومع ناس كتيرة يعني، وإلى الآن يعني عندنا ذخيرة جامدة جدا جدا من كتب ومن اتصالات وكده، التفاصيل يعني، واخد بالك؟ اللي طيب، يحب احنا تحت أمره ونطلعوا عليها يعني. على راسي يا استاذ مصطفى، واحنا بنتعرف منكم جميعا، القناه اسمها حقائق الاديان. المعلومات اللي موجوده عندكم استاذ مصطفى، المعلومات اللي موجوده عند الاساتذه المفكرين المتدبرين المتاملين الروحانيون المحترمين في المعتقد الأرواحي، أنا هاخد أفكاركم وهدونها وهحطها تحت المجهر. أكيد أكيد أكيد. قد يكون لديكم أنتم رابط استدلالي بين الحياة ما بعد الموت والحياة المادية، ورابط حلو. استدلالي بين العلم وبين الدين، فأنا لازم أستفيد من حضراتكم وأسمع لحضراتكم. سؤالي يا أستاذ مصطفى، من هو الوسيط بين الله وبين البشر؟ حضرتك قلت في الحلقة السابقة الأروحيون العلويون، هذا صحيح يا لا، فندم؟ الأرواح العليا، أنا قلت مش كده، مش الأرواح، أرواحيون، الأرواح العليا، أرواح الملائكة، الملائكة، الملائكة. الأرواح العليا، الأرواح العليا، هل ممكن إحنا ناخد الأرواح العليا هم الوسيط بيننا وبين الله؟ السؤال يا فندم، بعد إذنك السؤال، كيف أتصل بالأرواح العليا؟ بصراحة أنا لا أؤمن إن في وسيط بينه وبين الله، أنت ما فيش وسيط، أنت تكلمه على دايركت يعني، مش بيحط لك وسيط لازم تتكلم عن طريقه. أنا مؤمن بإن إحنا نكلم الخالق عز وجل. إذن من هم الأرواح العليا؟ إذا الأرواح العليا هو تطور الإنسان، يعني مثلا الإنسان هيتحول في يوم من الأيام إلى ملاك، لكن قبل ما يصبح ملاك بيبقى اسمه روح عليا، superior. سؤال يا فندم، ليه يتحول لملاك؟ ليه ما يتحولش لشيطان؟ حلو السؤال ده. مفيش حاجة اسمها شيطان، مفيش حاجة اسمها شيطان. مثلا في واحد بيوحيد عن طريق الله سبحانه وتعالى، بيبتدي يرتكب جرائم ويرتكب شرور، فبيروح بيتعاقب في العقاب يعني، لحد ما يفهم الغرض ان هو يفهم، وممكن يرجع لله سبحانه وتعالى، لكن طالما هو ما بيفهمش هيفضل في معاناة. فلا يوجد شيطان، الكل حق، مهما كان مجرم اللي انت بتفكر فيه، زي الناس بتقول لي هتلر، ايضا هتلر في يوم من الايام هيبقى ملاك، ممكن ياخد وقت اطول بس هيبقى ملاك برضه. الريكارنيشن يا فندم، يعود أي. هل لازم يكون بعد الحياة الدنيا ان انا انسان دلوقتي، بعد ان انتقل سوف اتقمص في روح ملاك، وانت رفضت ان الشيطان. طب في سؤال يا فندم، ليه ما يكونش في اعادة تقمص في الحيوان؟ الحيوان بيعود اسرع من الانسان ازاي يعني. مثلا بقى؟ وانت بتذبح دجاجه مثلا، وانت بتذبح دجاجه او اي حيوان بيموت يعني، او اي حيوان تاني بيستهلك جسده بيقتله يعني، الملائكه بتشد الروح دي فورا، هي مبتدا حيوي لسه، وبتعيدها بيتولد من جديد وفورا، هو مش محتاج يستنى زي الانسان. الانسان بيقعد فتره
في عالم الارواح علشان يستعد ان هو ينزل تاني على كوكب الارض، لان احنا مجتمعات ولنا ارتباطات بعائله واب وام. الحيوان ملوش الارتباط القوي زينا كده، الحيوان بينسى مين ابوه ومين امه والحاجات دي، لكن الانسان ليه مجتمعات، ليه زوجه، ليه اولاد، ليه اب، ليه ام، ليه جد وهكذا. فالعائله دي احنا بنسميها العائله الروحانيه. فاحنا لما نتوفى بنروح عند الله سبحانه وتعالى في احد المدن الروحانيه، وبنستنى المجموعه الروحانيه دي تجينا، اللي هم اهلنا يعني، ونبتدي نبرمج نزول جديد عشان نرتقي. واخد بالك؟ الاستاذ محمد بيقول لي يعني يطلع ويعمل رينكارنيشن لملاك. لا، الرينكارنيشن يعني نتولد في الماده. طالما انت في الروح انت ما بتعملش رينكارنيشن، بتعمل ديزينكارني، بتتخلص من الجسد. يعني في الرينكارني ان انت تيجي في جسد جديد، والديزينكارني ان انت تنفصل عن الجسد اللي انت فيه حاليا. فلو في واحد على الارض حاليا متطور جدا جدا، ودي صعب طبعا، كلنا تقريبا في نفس المستوى، لكن لو واحد متطور جدا 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 ممكن يخرج ويروح يبقى روح عليا، يبقى مش محتاج يرجع للارض، يبتدي يساعد الاخرين. واخد بالك؟ وخاصه اهله، يعني في ام مثلا ارتقت وتحاول تساعد اولادها. حتى خلال حيوانات جديده يتولدوا من ام جديده وهي بتساعدهم يعني لحد ما يرتقوا زيها. بعد ما انت في مرحله الروح العليا دي ترتقي اكتر واكتر واكتر، بتتحول الى ملاك، وبعدين رئيس ملائكه وهكذا، زي ما يكون جيش كده، ليه اللواء ولحد ما ينزل بقى تحت للعسكري اللي هو حالاتنا ده. ماشي، هي دي الفكره باختصار يعني. هستنى أستاذ محمد يسأل تاني، أنا تحت أمرك يعني. أستاذ محمد ربنا تمام، يخليك راجع. ربنا يخليك يا فندم، بس في سؤال تاني معلش انا متاسف برضو. طيب لا انا ما تأسفش، أنت لازم تسأل علشان تفهم. انا لازم افهم، انا لازم اسال عشان افهم، وفي نفس الوقت انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي ومع الساده المشاهدين. اتمنى من اتفضل. الساده المشاهدين كل اللي متابعين البث المباشر اعملوا لايك واعملوا مشاركات. كل ما بتعملوا لايك بي 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 بيجي بيجي اشخاص على البث المباشر، دي خوارزميات اليوتيوب، واتمنى ان انتم تعملوا مشاركات للاصدقاء لكي وممكن يستفيدوا يسألوا برضه. من هذه الخواطر الايمانيه. وانا هنزل رابط الحلقه الان، للان انا بنزل رابط القناه لمن يريد ان يصعد معانا بث مباشر للسؤال. ده رابط، ده رابط يا أساتذة يا محترمين، رابط المشاركات، اضغطوا عليه واكتبوا اسمكم، هيجيبكم عندي على الويتنج. أهلا وسهلا بيكم في أي سؤال، لأن الأسئلة دي احنا لازم نفكر مع بعض بصوت عالي. بصراحة بيني وبينكم يعني ما ينفعش إن احنا نجهل هذا الكلام ونتجاهل هذا الكلام وناخده من المسلمات، ولكن قمة الأكاديمية إن إحنا نناقش هذه الأفكار عشان نرتقي جميعا كشرق أوسطي، أننا نعلم ونتعلم شيء واحد، أننا لا أوتينا من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم عليم. بنتعلم مع بعض جميعا. خلقكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا عيب ولا غلط ولا حرام، نقطة التقاء فكرية بين الأديان، وده هدف القناة. أستاذ مصطفى، أنا جالي يا فندم، أنا جالي قرآن، القرآن ده الذي أرسل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الوسيلة. جالي إنجيل، الإنجيل ده وسيلته هو النبي عيسى أو يسوع، هكذا التوراة. جالي التوراة، فالوسيلة بيني وبين الله هو موسى بناء على التعاليم. حضرتك ضربت ده كله بعرض الحائط، خليني اكون اجرأ مع حضرتك في الاسئله، ضربت بكل ده عرض الحائط وقلت يا جماعه الوسيله بيننا وبين العالم الاخر هم الارواحيون العلويون او الارواح العليا. من هم يا فندم الارواح العليا
وما صفاتهم وما مميزاتهم وما إمكانياتهم؟ يا سيدي الأرواح العليا دي ناس ممتازين بيشتغلوا عند الله سبحانه وتعالى في طريقه إنه يكون ملاك، واخد بالك؟ يا تقدر تقول عليه ملاك، واخد بالك؟ أستاذ الأرواح مصطفى، العليا درجة من درجات الأرواح، درجة الارتقاء. ممكن أنا آسف احسبها عليا ويت، بس أنبه على حد داخل على الويتنج عندنا عندي سؤال لحضرتك، بس هو داخل بدون استوديو اليوتيوب. أنا بدعو الأستاذ ذا سيرجي تقريبا لو بنطق النيك نيم مظبوط، حضرتك اخرج وحمل تطبيق الاستوديو اليوتيوب على الجهاز أو الموبايل وحضرتك اضغط عليه تاني عشان يجيبك، لانك انت عندي اوف لاين ومش اون لاين، فمش هينفع ان انا اقدم حضرتك رجاء. استاذ مصطفى اتفضل يا فندم، واسف جدا للمقاطعه. فاحنا النقطة الوصل بقى بين الدين والعلم الآتي. العلم بيقول إن إحنا كائنات متطورة، تمام؟ الديانات الإبراهيمية، في ديانات أخرى يا أستاذ، صح؟ في ديانات صح أخرى بتقول إن إحنا متطورين، صح ماشي؟ وخاصة الهندوسية والبوذية وغيرها. صح طيب احنا وصلنا للديانات الابراهيميه، الديانات الابراهيميه تبدا باليهوديه، هو تفكر ان هي تبدا بالاسلام. انت بتقول لي القران جالنا، لكن ايضا الانجيل جه للاخوه الاعزاء المسيحيين، واليهوديه التوراه جت للاخوه الاعزاء اليهود. احنا لا نكره احد على فكره. ما نغضبش لا من يهود ولا مسيحي ولا مسلم ولا علوي صحيح ولا يزيدي. الكل حبايبنا وكل اخواننا يعني، تمام؟ صحيح كلنا زي بعض انسان يعني. صح خلي المبدا ده يا عم اهم من الدراسه بتاعتنا، هو المبدا ده ماشي؟ اتفق اهم من اتفق الدراسه. لكن لما نيجي ندرس بقى هنجد ان زي ما قلنا حبايبنا الماديين بيقولوا ان احنا متطورين، ولا يوجد شيء اسمه خلق ادم وحواء من 6000 سنه. خد بالك؟ الخلق الفوري ده لا يوجد. وبناء عليه الناس بتلحد بناء على الكلام ده، لان هم بيتمسكوا بالعلم، ماشي؟ صح احنا بنيجي بنقول لهم يا جدعان تمام، في الواقع احنا فعلا متطورين، العلم اثبت ذلك، تمام؟ لكن في نوعين من التطور، التطور المادي والتطور الروحاني. هم لا يؤمنوا بالتطور الروحاني. مثلا داروين يؤمن فقط بالتطور المادي، الكائن جه عمل الدور بتاعه وينتهى، ذهب الى العدم. احنا بنقول له يا استاذ العزيز لا، ده انت بتروح لعالم الله سبحانه وتعالى الخالق، وبيعمل لك ريسايكل. يعني ايه ريسايكل بالعربي؟ ريسايكل زي ما احنا بناخد مثلا الازايز والحاجات دي ونعمل لها اعاده تصنيع، يعني بيستفيد منك تاني. يعني روحك دي ما بتروحش في الهدر يعني، وبترجع وتتولد من جديد، بيتولد كائن متطور. يعني ممكن الكائن اللي اتولد يكون حفيد لنفسه. زي ما انت حضرتك محمد ممكن تكون انت جد جدك ورجع تاني، خد بالك؟ ممكن تكون جدك ورجعت تاني. يعني انت ممكن تعود في نفس العائله مره تانيه وتبدا من جديد، واخد بالك؟ فطيب هيقول لي طب ايه الدليل على الكلام ده؟ هو ده المهم بقى، السؤال المهم. هنلاقي في جماعات كثيره جدا عملت ابحاث في الري انكارنيشن، هل الروح دي بتعود مره تانيه لكوكب الارض؟ نعم او لا؟ هي دي السؤال المهم جدا. فاكتشفنا ان الناس بترجع بتعود. فالنهارده في قسم من اقسام علم النفس زي ما انا قلت، حتى قررت الكلام ده في الحلقه السابقه، اسمه Best Life Therapy، يعني العلاج عن طريق الحيوات السابقه، اللي بيقوم بيه مين؟ اطباء نفسيين متخصصين في العلاج عن طريق الحيوات السابقه. فلو في انسان معين عنده فوبيا، فوبيا يعني خوف رهيب،
من مثلا انفاق او خوف من الارتفاعات او خوف من الميه، بييجوا بيعملوا له عمليه ارجاع ذاكره، خد بالك، ويقعد يتذكر حيوانات السابقه، بيتذكر مثلا ان هو مات غرقان، فلذلك هو بيخاف من الميه، فبيحاولوا يخلصوه من العقده النفسيه اللي جات له في الحيوانات السابقه. فدي وكل ده بتحصل كتير جدا ولها تفاصيل. كل ده يا دكتور مصطفى اتحط تحت المجهر العلمي، المختبرات العلمية أكيد 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 أكيد، في ولمدة حالة سنين من طويلة. الحالات ممكن تقول لنا عليها؟ سنين طويلة، يعني مثلا لو أنت دخلت جامعة فيرجينيا، ممكن تكتب على جوجل جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور اسمه يان ستيفنسون، هو توفى سنة 2004، لكن تلاميذه، أنا لا أذكر أساميهم، مكملين المشوار، فأثبتوا 2700 حالة reincarnation مثبتة مثبتة بالتحقق. فحصوا أكثر من 13,000 حالة لأشخاص ادعوا إنهم كانوا عايشين حياة سابقة، لكن مش أي واحد يقول أنا كنت عايش، أنا كنت نابليون بونابرت، يقولوا له أمين. لازم يبحثوا لحد يا تثبت الحالة يا لا تثبت الحالة. وأي شخص النهارده، للتجربة العلمية إيه؟ إن أي واحد ممكن يكررها ويجيب نفس النتيجة. إذا أي واحد فينا ممكن يعمل تحليل نفسي ويشوف حيوانات سابقة. ففي كتاب مثلا اسمه رحلة الروح لطبيب النفس اسمه مايكل نيوتن. أنا أعتقد أنا بعت لك اللينك بتاعه، بعت لك الكتاب نفسه في الواتساب، اسمه مايكل نيوتن، واخد بالك، والدكتور دون بيعلن لنا 29 حالة لأشخاص تذكروا حيواتهم السابقة، وليس فقط دي، وتذكروا دقيقة واحدة، تذكروا الفترات ما بينها في عالم الأرواح. هل الدكاترة ديت المتخصصين في الشرق الغربي في أوروبا هل متوفرين في الشرق الأوسط، علماء النفس الذين يختبروا هذه المراحل؟ والله أنا في طبيبة بعتت لي، عراقية مثلا، قالت لي إن أنا بشتغل في الباست لايف ثيرابي وعالجت ناس كتير هنا في العراق. شفتي طبيبة لبنانية برضو خرجت مع توني خليفة في برنامج توني خليفة مع ناس كانت بتتذكر حيواتهم السابقة، وهي ساعدتهم جدا. ما أعرفش لو في أكتر يعني، لكن في عندنا دكتور مصري اسمه دكتور رؤوف عبيد. الدكتور رؤوف عبيد ده متخصص في علم الأرواح أكتر مني بكتير جدا يعني، فعلوه كتب بدون كارديك، خد بالك، يعني هو متخصص في علوم الأرواح وليه كتاب كتب ممتازة جدا. الدكتور محمد صادق، دكتور محمد صادق مش فاكر اسمه تاني، بدون عنده ذكر كتاب اسمه احنا مش عايزين، الإنسان، دي واحدة، احنا نقول مش اسم عايزين الكتاب. اسماء يا دكتور مصطفى، احنا مش عايزين نذكر اسماء اكتر ما نناقش المحتوى نفسه بعد اذنك فضلا وليس امرا، عشان معلش. يساعد المشاهدين يقروا بالعربي، يعني هو اللي دي هيقرب، محتويات عربي. معلش يا دكتور، معلش، هو اللي هيجي يطلع على محتوى ممكن يكون عايز يناقش هذا المحتوى، فأنت حضرتك مشرفنا على قناة حقائق الأديان عشان نناقش هذا المحتوى، وده إن دل يدل على قمة الارتقاء الذهني. خليني أسأل حضرتك سؤال، هل المراكز دي في مراكز في الشرق الأوسط متوفرة لهذا الأمر ولا في الغرب بس؟ لا لا يسمحوا بيها، يعني تخيل انت، حكوماتنا متعصبه جدا ضد اي جديد يعني، لكن الغريب ان سمحوا بمؤتمر روحاني في دبي كانت سنه 2018، وذهب اليه الدكتور ديباردو فرانكو، دكتور رهيب ووسيط من الوسطاء الممتازين، والقى محاضراته هناك باللغه البرازيليه طبعا. المشكلة ما بتتفتحش المجالات دي، بيخافوا يعني، في عملية خوف زي ما بقول لك، رجال الدين بيخافوا انك تخوض في العلم مثلا، يقول لك يا راجل داروين مين ده، احنا اصلنا قرد ويخرج من العملية، واخد بالك، ويصمم ان احنا قصة آدم وحواء موجودة، هي دي الحقائق ودي اللي وصلتنا
من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن تيجي لنا حاجة غلط. طب ممكن تدينا يا دكتور مصطفى نستفيد من حضرتك النهارده؟ احنا ملناش علاقة على عيننا على راسنا من دونوا كتب في الأرواحية، ولكن هذه الأشخاص سواء أحياء أو أموات لا يتفاعلوا مع الجمهور. فقناة حقائق الأديان بتدي درس التفاعل مع الشخص بصوت عالي. تقدر تدينا يا فندم، وفي سؤال طرح الآن، تقدر تدينا يا تمام. فندم، هل الأرواح لهم كارما أو كاريزما أو بركة معينة؟ كارما، كلمة كارما دي هي في الديانات الهندوسية والبوذية. الكارما دي ما احنا عندنا شبهها، لكن بيقول لك يعني مثلا انت اللي انت بتعمله في الحياة دي ممكن تدفعه في الحياة القادمة. واخد بالك؟ تلاقي مثلا في القرآن الكريم مثلا ممكن استشهد ولا حد يزعل. لا ببقى خاف اتفضل. حد يزعل. لا لا بس لا، ما تلاقي فيش مثلا علاقة. في آية كريمة بتقول من يعمل من عمل منكم مثقال ذرة خير يرى، ومن عمل منكم مثقال ذرة شر يرى. أنا غير متخصص في القرآن الكريم، ماشي؟ فسامحوني لو في نطق خاطئ أو شيء زي كده. لكن إزاي هيراه يعني؟ يعني أنت لو عملت خير هتراه؟ يراه، يعني معناها إن أنت هتعيش وتشوف الخير ده، او هتعيش وتشوف الشر اللي انت عملته ده. ايضا في حديث عن النبي عليه السلام، النبي محمد عليه السلام بيقول من قتل يقتل ولو بعد حين، ومن زنى يزنى ولو بعد حين. واخد بالك؟ انت ممكن تصححوا لي الكلام ده برضو، زي ما بقول لك انا غير متخصص في الدين الاسلامي. لكن من قتل يقتل، طب والناس اللي بتقتل وبيموت وما بيتقتلش، ايه اللي بيحصل معاه؟ ولذلك احنا بنقول في حياة قادمة هتدفع فيها يا جميل اللي انت ارتكبته في هذا العالم. يعني علاوة على ان اللي بيتوفى وهو قاتل بتلاقي روح المقتول بتستناه، عادة بيحب ينتقم منه وبيسحبوا ارواح كتير جدا بيطلعها على جسمه البلا يعني، فهو بيتعذب ولكن يرجع هنا تاني ويبتدي بقى، يا اما يعمل الخير. الكارما هي دي بقى، ممكن يكون مكتوب عليه ان هو هيتقتل يعني، لكن ممكن هو يعمل خير يخفف عنه الكارما دي، يعني مش لازم ان هو يتقتل تاني، يعني مش لازم هو يتقتل وبعدين اللي قتله يرجع يتقتل وتفضل بقى حلقة مفرغة يعني. فإحنا ممكن بعمل الخير ممكن ندفع الشر ده، يا إما بالألم يا إما بالخير يعني. ده الخلاصة يعني. أستاذ محمد، سؤال تاني، أنا تحت أمرك. على فكرة إحنا بنتبادل فقط أفكار وخواطر، لكن اللي استاذ عايز مصطفى، يعرف التفاصيل أنا تحت أمركم في القناة، عندي في تسلسل وفي دراسة لكتاب الأرواح. استاذ مصطفى، تمام. في بعض من الاسئله يا فندم، وفي ناس عايزه تعمل مداخلات. انا نزلت الرابط يا جماعه تحت لمن يريد أمرك. ان يعني يسال سؤال. في يا فندم سؤال طرح بيقول لحضرتك ايه؟ انا عندما استنسخ في جسد اخر، هل وأنا في الحياة الدنيوية يعني سوف روحي تستنسخ في جسد، ولا ده مرحلة فيما بعد الموت؟ بعد الموت يعني انت بعد ما تنفصل عن الجسد الحالي بتروح لعند الله سبحانه وتعالى كروح، ماشي؟ بعد فترة قصيرة او طويلة بتبرمج نزول تاني وتتوالد عادي، بتتوالد من واحدة ست، راجل وست بتاع، بتتوالد. مين اللي يحدد الكلام ده ويأكد على صحة هذا الكلام ده؟ مين اللي بيحدد؟ مين اللي بيقرر قصدك؟ مين مين اللي اللي بيقرر؟ بيقرر؟ حلو. في عالم الأرواح دي احنا بندرسها دي بالتفصيل. في عالم الأرواح بيبتدي الاتفاق مع الروح نفسه، وحسب ارتقائه فبيبتدي هو يبرمج مع عائلته الروحانية، واخد بالك؟ مع أحبابه ومع أصدقائه ومع أعدائه وينزل من جديد. واخد بالك؟ القرار قرار ناس كتير جدا يعني.
لكن في واحد بيبقى مش عايز ينزل، مش هنزل مش هنزل مش هنزل، فممكن يسيبوه هناك 1000 سنه 2000 سنه، لكن في مره يروحوا زاقينه منزلينه غصب عنه، يعني لانه لو فضل هناك فقط لن يتطور، لازم التطور المادي، يعني لازم علشان الانسان يرتقي لازم يبقى في تطور مادي وتطور روحاني، خد بالك؟ ولذلك انا قلت على الكتاب الانسان هذا الكائن ما بين عالمين، يا ريت تقروه يعني في تفاصيل ممتازة. طيب تمام. في يا استاذ مصطفى سؤال بنستفيد من حضراتكم كأرواحيون، ممكن يكون انتوا عندكم رابط استدلالي ليه؟ خلينا ننوه على حاجه للساده المشاهدين. يا جماعه احنا كأهل اديان اسلام او مسيحيه او يهوديه او بوذيه او هندوسيه بنؤمن اغلبيتنا بالحرف النصي، ما وراء الطبيعة والغيبيات نؤمن به ولكن لا نعلم عنه شيء. طيب إن جه حد زي الأرواحيون ادونا آلية وكيفية للتوصل على ما وراء الطبيعة، هل نجهل هذا المعتقد؟ هل نقول أنتم كافرون؟ هل نقول أنتم تتكلمون على ما وراء الطبيعة ولن يتكلم عنه الكتب السماوية أو الأديان؟ الكلام ده غير صحيح. ليه؟ أنا أقول لحضراتكم ليه؟ أنا بفكر مع الأستاذ مصطفى وجميع الأرواحيون المفكرون المتأملون المحترمون بصوت عالي. هي الحضارات القديمة قبل مجيء التوراة زي الحضارة الفرعونية، القدماء المصريين وحضارة المايا وحضارة السامرية، هل الحضارات دي يا جماعة إحنا ممكن نسميها حضارة الحجارة ولا ممكن نسميها حضارة لها علم ولها رابط استدلالي؟ واللي شاهد على كلامي وقرأوا وراجعوا ورايا ان هذه الحضارات العلم الحديث المحدود وعلماء الفضاء بيستقوا معلوماتهم الرمز والمكان والزمان والمسافة بين الاتصال بين الفضاء الخارجي من هذه الحضارات. طيب هذه الحضارات كانت تؤمن بالماديات ولا كانت تؤمن بالغيبيات؟ ما وراء الطبيعة. الحضارة الفرعونية قدماء المصريين أكبر دليل وأكبر شاهد أنهم كانوا يعملون على الحياة الأخرى ما بعد الموت ما بعد انتقال الروح، ولهم تراث غني جدا في هذا الأمر. فمعانا الأستاذ مصطفى وهو من المعتقد الأرواحي اللي بيتكلم على ما وراء الطبيعة وتناسخ الأرواح. طيب ما تيجي نفكر مع بعض بصوت عالي ونفتح آفاق ذهنية وأقطار ذهنية بيننا وبين بعض. طيب هو علم التحنيط اللي كان موجود في الحضارات القديمة إذا كانوا بيحنطوا الجسد، هل لحفاظا على التصاق الروح مرة أخرى؟ ده سؤال وأنا بتساءل والإجابة عند أستاذ مصطفى. طيب عندما كانوا يحنطون الحيوان، هل ده معناه أنه التصاق أو حفاظا على الجسد الذي سوف يلتصق به الروح فيما بعد؟ السؤالين دول موجهين لحضرتك يا أستاذ مصطفى وإحنا بنفكر مع المشاهد بصوت عالي، تقول إيه يا فندم؟ لا ايه، كمان المصريين كانوا بيؤمنوا ان بالبعث، بالبعث، فالروح سترد لنفس الجسد مش لجسد جديد، ولذلك هم كانوا بيحنطوا الانسان ويحنطوا الحيوان بتاعه اللي بيحبه علشان ايه، لما يقوم يعني يقوم الحيوان معاه ويفضلوا عايشين مع بعض. هم كانوا بيؤمنوا اكثر بالبعث، واحنا كديانات ابراهيميه أخذنا بفكرة قدماء المصريين، فإحنا بنؤمن بالبعث، يعني سيأتي يوم من الأيام وترد أرواحنا إلى أجسادنا الحالية، وإحنا عندنا حياة واحدة فقط، واخد بالك، بتعيش أنت مرة واحدة فقط، سواء بقى أنت كنت اتولدت في عصر قدماء المصريين أو اتولدت النهاردة مش مشكلة، بتموت بتستنى يوم معين اللي هو يوم القيامة يوم البعث، وبتترد روحك لجسدك. طب هو فين الجسد؟ خد بالك، خاصة مثلا إن إحنا النهاردة عندنا ناس بتتحرق، بيحرقوا جسدها وبيبقى تراب وبيوزعوه في النهر مثلا، بتاكلوا الأسماك. طب هو فين الجسد؟ ما فيش حاجة صعبة على ربنا. مش عارف أنتوا عايزين تصعبوا الحاجة ليه يعني؟
علميا علميا مش هيرجع للجسد، الجسد اتحلل يعني، ازاي بقى يبقى شرايين ودم وقلب بينبض وهكذا واخراج وكل الكلام ده في حاجه غير موجوده، خد بالك. فانا زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، مؤمن ان الله سبحانه وتعالى خلق الكون على اسس علميه، كل شيء ليه خطه، مش صدف، كل شيء خطه. احنا حياتنا دي لها خطه، لنا بعد الموت خطه، بيستقبلونا خطه، نعود تاني خطه، للارتقاء، قوانين، قوانين الهيه بتاثر على كل الطبيعه. ولو انت تقول لي بقى، طب انا متمسك بالاسلام والمسيحيه واليهوديه مثلا، او انا مسلم وتمام، طيب والكواكب الاخرى هتعمل فيها ايه؟ لم يذهب الرسول محمد لجميع الكواكب لم يذهب يسوع المسيح لجميع الكواكب، لم يذهب موسى. وخد بالك الانسان بدأ من 5 مليون سنة، وسيدنا موسى مثلا من 3000 سنة فقط. هون 5 مليون، فكر 5 مليون دولار وهو من 3000 دولار. فالفترة بسيطة جدا جدا جدا، 3000 لا تقارن ب 5 مليون. فالإنسان ده راح فين كل دي؟ خد بالك؟ وهكذا يعني، فإحنا بنفكر مع بعض إن في تطور مادي اللي هو ارتقاء الجسد والكائن، لكن اللي يجهله العلماء وهو ده الرابط بقى، إن في تطور روحاني. الإنسان بيذهب إلى عالم الأرواح عند الله سبحانه وتعالى، بيعين بقى من عنده ملائكة أرواح عليا، سميهم اللي أنت عايزه، هم درجات يعني. والناس دي بتشتغل، بسميهم ناس لأن هم كانوا زينا برضه، الناس دي بتشتغل بتعمل عند الله سبحانه وتعالى وحسب توجيهاته، وبتوجه الروح دي بتتولد من جديد. يعني الطفل اللي بيتولد النهارده كان راجل كبير في يوم من الأيام، ومجمع عنده ممكن يكون باخ، بيتهوفن، الناس دي ممكن تتولد من جديد، ألبرت أينشتاين ممكن يتولد من جديد، وهكذا. يعني ممكن يكون الإنسان الذي توفى ممكن يستنسخ ويتقمص في روح آخر في جسد آخر، وأنا شايفه وبتعامل معاه بس أنا ما أعرفش. أنا ما بحبش كلمة استنساخ، تبقى زي اللي بيقول عليها إيه دي، النعجة دولي، فاكر؟ لحسن آه الناس تفتكر استنساخ يعني ياخدوا الدي ان ايه ويعملوا نعجه مماثله ليها في الشكل وهكذا، ده اسمه استنساخ. لكن ده مش استنساخ، ده اعاده ميلاد الاستاذ محمد مره ثانيه. انت طب بتتولد من جديد، ده احنا بنقول انا اتولدت من جديد. في سؤال كارثي، اسمح لي، اتفضل. ايه الفائدة ان انا عشت حياتي الدنيوية بأعمالي خير وشر وإعادة ميلاد مرة أخرى في جسد آخر؟ ايه الفائدة اللي عايدة على الله؟ الفائدة العايدة على الله، هو مش عايز ولا حاجة من دي، بس الفائدة العايدة علينا احنا، الفائدة ايه العايدة علينا، في الله ايه؟ غني، الله عز وجل غني، طب عايدة ايه؟ عليك انت يا استاذ محمد. اقول لك انا مثلا، انت حضرتك اتولدت سنة 1200 اخر مرة، سنة 1200 ميلادية، فعشت في عصر كرب واضطهاد ومش عارف ايه، انت كنت مثلا مسيحي يعني واضطهدوك وكده وكده وكده. فالنهارده انت بتذهب الى عالم الارواح، ما تعلمتش حاجه، كنت مجرد عامل بسيط، واخد بالك، نفسك تيجي هنا تدرس، نفسك هنا تتعلم الطب، نفسك ترتقي، نفسك تبقى عندك معلومات، نفسك تبقى مهندس، نفسك دي، ما انت هتقعد في عالم الارواح تعمل ايه؟ ما فيش حاجه يعني، هتفضل في حاله خملان، هتفضل في حاله ملل يعني. يعني حتى بيقولوا حتى لو الجنه جنه ابديه ابديه ابديه، ملل يعني، هتقعد كل يوم تاكل عنب مثلا وكذا. تعالى هنا واشتغل وادرس من جديد، واعمل علاقات ووطد العلاقات مع اهلك، وبعدين بتتطور وتذهب بقى لعوالم سعيدة. يعني احنا لسه ما كلمناش في التفصيلات بتاع الانكارنيشن،
لا تفصيلات كثيرة جدا، مش مجرد كلمتين. احنا لا احنا يا استاذ مصطفى في بداية تعارف بالمشاهدين على معتقد الأرواحية، فحضرتك ايوه لازم أن يكون عندك ساعة صبر لهذا الأمر، لأن الناس لما شوف حتى تخين اهو ساحة لما الصدر حتى ماديا يعني عشان الناس بس تقدر تفهم او تلقط من تستوعب حضرتك يعني او تستوعب انت بتؤمن بايه وما تؤمنش بايه، لان اللي بيسمع الكلام ده وما هوش سمع المعتقد ده ممكن يقول ايه يا فندم، خليني انا اتكلم بلسانهم، ده المعتقد ده معتقد كفر ومعتقد شرك ومعتقد وثني ومعتقد مهرتك. طيب ليه يا جماعه؟ لانه يتكلم على ما وراء الطبيعه. في ناس تانية ممكن تقول لك ايه، معلش ما هو في ناس متصيدة ما بيحطوش الكلام تحت المجهر وما بيناقشوش الفكر بالفكر، العلم بالعلم، المنطق بالمنطق، الايمان بالايمان، ولكن هم متشددين متعصبين تكفيريين ذهنيا، فممكن يقول لك ايه، حافظ شوية لغات معينة، فممكن يقول لك ايه، الكلام ده كلام فلسفة ليس له اي دليل ولا اثبات علمي. ترد تقول يا فندم أو أولاً أحترم رأيه، دي أهم حاجة، لازم أحترم رأي الإنسان حتى لو هو بيعتقد إن ده كفر أو حرطقة أو ليس له دليل وهكذا، لكن أحب أسأله السؤال، هل أنت عايز تعرف؟ بنسأله كده يعني، فلو الإنسان قال له أه أستاذ مصطفى عايز أعرف، ونبتدي بقى نديله طريق البحث يعني، واخد بالك؟ لازم أنت تبحث منين عشان تثبت أو ترفض. انت غير مجبر انك تؤمن وتقول يعني انا مش معقول انا اقول لي كلمتين، ما هو عنده حق برضه اللي بيقول الكلام ده عنده حق، انت لازم تفكر برضه زي ما انت بتفكر كده، لازم طب الانسان اللي بيقول الكلام ده طب ما هو عنده حق، طب فين الدليل؟ طب فين ده؟ ممتاز ان هو بيعمل كده، لان لو انت طلبت منه انه يؤمن بدون دليل بدون اي شيء هيبقى ايمان اعمى، واحنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين الانسان يبحث بنفسه اذا اراد اولا، خد بالك؟ ثانيا هو يتوصل اذا الكلام ده كلام فاضي او هو كلام مليان يعني كلام يستحق ان هو البحث والفحص يعني، لكن انا ما اقدرش اقول له امن باللي انا بقوله ده، ده يبقى غباء يعني، ده ممتاز ان هو بيفكر ما هو ممتاز. انا بنقل لحضرتك جميع الافكار، والاساتذه الارواحيون لازم ان هم يكونوا سعداء بهذه الافكار، لانها ان طبعا دلت على الارتقاء الذهني والتقارب بين طبعا الشخص وبين الافكار. يا استاذ مصطفى تتفق معايا يا فندم في هذا الامر؟ اتفق اتفق تمام، عشان خاطر احنا لدينا كل ديانه من الاديان لديها معايير ومقاييس وآيات معينة بيحتكم إليها، المخالف لهم سوف يصفوه أنه زنديق، كافر، مرتد، مهرتك، لا يؤمن بوحدانية الله. فعشان نحط احترم رايهم، عشان نحط النقاط على الحروف بيننا وبين بعض، انا احترم حتى رايه ده تماما براحته، ما انا بقول لحضرتك نعم احنا عشان خاطر انا طلعت في حد موجود معانا فندم، انور، استاذ انور، انا طلعت حضرتك على الكادر، انت طلبت ويتنج يا فندم، انت مش فاتح الكام، ممكن رجاء محبه تفتح الكام، ولا انت حضرتك عندك يعني ما تقدرش تظهر على الكاميرا في اللايف؟ لو ما تقدرش معاك الكلمه كده اتفضل يا فندم. تحية الحرية والمحبة والسلام. بصراحة عندي بعض التحفظات يعني إنه ما أطلع على الكام، يعني أرجو إنه يعني تقبلون هذا الاعتذار من عندي. تمام تمام يعني تحيتي تحية خاصة للأستاذ مصطفى البرازيلي بصراحة، لأنه أنا من زمان أحبه أتواصل وياه ومن متابعين الجيدين إلى، وكانت عندي كثير من الأسئلة بخلاجاتي، ومن المتابعين لكل حلقة كان يطلقها، وكنت أنتظر كل لايف يقوله. أنا بصراحة خرجت من كل الأديان، كنت مسلم شيعي، خرجت من كل الأديان يعني، لكن أميل للمسيحية لأنه أشوفها مسالمة أكثر. لكن وجدت
في المعتقد الأرواحية، وليس معتقد أو دين. وإحدى اللايفات اللي قال عنها، حكى عنها مصطفى البرازيلي، قال كتاب الأرواحية ممكن أنه تعترض عليه، ممكن أنه أكو نقاط تقول ما تقتنع بيها، ممكن أنه تسأل عنها. وكان هذا الشيء يشدني الأكثر، أنه الكلام والحديث وبعد القراءة والمراجعة والبحث، الكلام منطقي أنه فعلا أكو مسبب لهذا الانفجار العظيم، لازم أكو سبب لهذا الانفجار العظيم، لازم أكو مؤسس لهذا الكون، لازم نحترم أنه شيء وجد هذا الكون، إن كان نسميه إله، إن كان نسميه سوبر باور، القوة الخارقة، أي تسمية تطلق عليه، هي بالمحصلة النهائية الأزلي الأبدي، أي تسمية بالمحصلة النهائية تطلق عليه هو احترام. حضرتك معتقد ايه يا استاذ انور؟ معتقد حضرتك ايه يا فندم الان؟ بصراحة أنا مع مصطفى البرازيلي. طيب يعني انت معتقد حضرتك الارواحي، سؤال حضرتك المباشر ايه يا استاذ انور؟ سؤالي، بعض في إحدى الحلقات للأستاذ مصطفى البرازيلي، قال إنه أكو هناك فيديوهات للمراكز الروحية فيها نظهر لكم متخاطبين. شفت بعض الفيديوهات، ولكن كانت الترجمة غير واضحة، نحتاج إلى ترجمة أكثر، ونحتاج إلى زيارة بالفيديوهات هذه، يعني فيديوهات من الأستاذ مصطفى، زيارة لهذه المراكز الأرواحية وكيفية التخاطب والمخاطبين، يبرز لناها بشكل أوضح ويكثف من فيديوهاتها. والشيء الآخر، الأبعاد أو المستويات بين مستوى ومستوى من الرقي أو الارتقاء، هل أن هذه الأبعاد والمستويات ينتظر بها البشر هذا في مكان معين؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، أنه من يريد يرجع الإنسان مرة ثانية، أنه يرجع للأرض مثلا أو لمكان آخر هم يختاروا له، كم يلبث يعني؟ وهذا المدة اللي راح يلبث بيها باختياره أو عدم اختياره، وإذا كان يريد يرتقي، هم سؤال آخر، باختياره أو بعدم اختياره، يعني هو مسير هناك أم مخير في عالم الأرواحية؟ هاي كثير من الأسئلة تدور عندي، ولك ولو يعني أستاذ مصطفى عنده فد رابط، يعني صفحة خاصة حتى أقدر أتواصل وياه، أنا من متابعين جيدين إلى وأحب بصراحة. وشكرا حبيبي جزيلا على شكرا حبيبي، جزيلا على والسؤالين بتوع حضرتك دول بيفتحوا آفاق ذهنية أخرى لناس أخرى، وأنا سوف أعرض الآن السؤالين وهنتناقش فيهم الآن. شكرا لك يا أستاذنا أنور، شرفتنا شكرا جزيلا، يا فندم، وشكرا لك ولذوقك. شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة أستاذ مصطفى. حضرتك طبعا انت فهمت سؤاله، بس انا خليني اقوله بصيغتي انا، يمكن انا ما فهمت الصح. خلينا نفكر مع المشاهدين بصوت عالي. الراجل بيقول لك اعادة الميلاد الجديدة هل لها مكان معين ومعروف ام لا؟ على حسب ما فهمت. السؤال الثاني بيقول لحضرتك المكان ما بعد الموت، موضوع التقمص او موضوع اعادة الميلاد، هل هيكون هو كمعتاد ولا غير معلوم؟ ده على حسب ما انا استوعبته من الاستاذ انور. اتفضل يا استاذ مصطفى. أولا شكرا جدا أستاذ أنور، مرحبا بيك. ممكن تخش على القناة بتاعتي، وفي أنا حطيت رابط فقط الإيميل، الله يخليك، لأني عندي مسؤوليات كثيرة جدا، يعني ممكن تتصل بيا بالإيميل وأنا تحت أمرك. هو سأل سؤال أولاني، قال ليه إحنا ما بنصورش داخل المركز الروحاني؟ أنا كنت عرضت شوية فيديوهات من المراكز الروحانية، لكن للأسف جات الكورونا دي، فاحنا ابتدينا حتى احنا ما بنذهبش للمراكز الروحانيه عشان الكورونا، يعني احنا بنعمل دايما اجتماع اونلاين، بندرس مع بعض اونلاين. يمكن نرجع كمان شويه، وانا اوعدك ممكن نصور، خاصه في مركز اصحابه عرب، يعني لبنانيين، مركز روحاني تفضل. عربي، وانا كلمتهم وهم قالوا لي احنا تحت امرك، ممكن تصور براحتك وتعمل لقاءات وكده مع الناس دي، والناس دي ممتازه جدا جدا. بالنسبه لبعد الوفاه،
بنذهب فين؟ بنذهب لأحد المدن الروحانية. في مكان اسمه الهوية، فقط مجرمين منتحرين، الناس الأشرار الجامد دي بيعدوا عليه، بيقعدوا فيه فترة مؤقتة لحد ما يلين قلبهم وكده، ويبتدي ينقذوا أيضا لعالم الأرواح اللي هو المدن الروحانية. هناك بيستقبلوك بقى أصدقائك القدامى اللي هم سبقوك رحلوا، يعني لو عندك ابن رحل عنك بيجي يستقبلك، والدك رحل بيستقبلك، والدتك بتستقبلك، بيبقى في حفاوة لما انت بيجي بيستقبلوك، حتى وانت على سرير فراش الموت بيجوا يستقبلوك، وتلاقي الناس اللي بتتوفى بيقول لك والدي موجود، امي موجودة، شافهم الله يرحمهم كانوا موجودين معايا امبارح، وهكذا. يقول لك ابوه بيخرج لكن هو بيشوف، يعني برضو من رحمة الله سبحانه وتعالى بيخلي الغشاوة دي بيننا وبين عالم الأرواح بتقع قبل الموت بشوية، علشان احنا نتعود ما تبقاش فيه النقلة نقلة قوية. يعني بنستقبل بقى بعالم الأرواح دي ناس رحيمة جدا ومحبة جدا وشيك جدا وكله تمام، وبنعيش هناك، بنعيش وبناكل وبنشرب وبنتعلم وكده وبندرس، وعندنا حرية، حرية فوق ما تتخيل. يعني زي ما انت بتقول، هل عندي حرية؟ هل عندي حرية اختيار أم أنا مسير؟ ده عندك حرية اختيار كتيرة جدا 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 جدا، إلا إذا واحد لازم دماغه، واخد بالك؟ زي مثلا عندك ابنك عايز انت توديه المدرسة لمصلحته كده، يا ابني روح المدرسة، مش هروح يا ابني روح، ساعات تضربه وتوديه المدرسة عافيانة، يعني تحط جوه الفصل بالعافية كده. وده بيحصل برضو لما روح بترفض ان هي ينزل، بيرفض ان هو ينزل، خاصة المنتحرين يبقى زهقان من الدنيا، مش عايز يجي الدنيا تاني، فبيسيبوه يسيبوه فترة طويلة جدا، وبعدين لازم تنزل يا جميل، لازم تنزل، وإلا واخد بالك؟ فاهم؟ ساعات بيحصل الريكارنيشن اللي هو بدون الإرادة ده، لكن في حالات نادرة جدا جدا، زي ما يكون واحد بيودي ابنه المدرسة بالعافية يعني. لكن أحسن لو الطفل راح المدرسة بخاطره وعارف إيه الهدف، عارف إن هو يتعلم، عارف إن المدرسة خطر، ممكن يتضرب فيها، ممكن يقع يتعور، ممكن حاجات كتيرة جدا. ماشي؟ دي الإجابة. لو أنا نسيت حاجة يا ريتك تفكرني أرد عليها برضه. أستاذ محمد، معلش ساعات الكادر الأستاذ محمد بيخرج، ما عنديش خبرة أنا في البرنامج ده، لا يا هو فندم، راجع. انا حضرتك ان انت تسترسل. طب خليني ان انا اوضح للساده المشاهدين سؤال الاستاذ انور. بيقول بعد الموت في مكان معين سوف يحجز فيه الارواح ويعاد مره اخرى الى ميلاد جديده. الاستاذ مصطفى رد قال المكان ده اسمه الهاويه، يعني بعد ما احنا أو نموت. المدينة الروحانية. تمام، بعد ما احنا نموت او بعد الانتقال يا جماعة في مكان اسمه الهوية. الاستاذ مصطفى بيقول ان المكان ده بتحجز فيه الارواح لفترة معينة ثم بتنتقل الى مرحلة اخرى بعد الاحتجاز في الهوية، وسماه الاستاذ مصطفى الهوية. والغريبة في الامر ان كلمة الهوية هي موجودة في الانجيل والتوراة، هي مكان ما بعد الموت، مكان معين ما بعد الموت تحجز فيه أرواح الموتى، والموكل على هذا المكان هو الشيطان إله هذا الدهر. طيب الأستاذ مصطفى قال بعد الاحتجاز أو بعد الوجود في مكان هذا، يعني بعد الانتقال من الحياة الدنيوية اللي احنا عايشين فيها إلى الهاوية، هنحجز ثم هننتقل بعد الهاوية إلى مرحلة أخرى. القرآن أشار إلى هذا الكلام وقال إيه؟ ومن منكم إلا واردها. هل ده اللي أنت تقصده يا أستاذ مصطفى؟ لا مش هو ده اللي انا اقصده، لان في ناس مش محتاجه تعدي على الهوايه، الراجل خير، الراجل محب، الراجل مسالم، ليه توديه من عذاب اساسا؟
مجملا و استاذ مصطفى، انت الكاميرا عندك يا فندم اتعكست. ايوه كده معلش. تمام. اتفضل 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 اتفضل. طيب استاذ مصطفى، لحد ما هو يرجع حصل عنده انقطاع. هو حالا دلوقتي موجود معانا في الويدنج، هطلعه. الاستاذ انور لما سأل السؤال قال ما بعد الموت، هل في مكان معين؟ وانا بحييه على هذا السؤال، لان السؤال ده يا جماعه بيسأل مننا جميعا، كل المتدينين سواء مسلمين او مسيحيين او يهود او بوذيين او هندوسيين، كلنا بنسأل هذه الاسئله، المرحله ما بعد الموت. مع الاسف الشديد مفيش لا وسائل اعلام ولا شيوخ ولا اساقفه ولا حاخامات بيتكلموا على مرحله ما بعد الموت. خلي بالكم الكلام ده، الكلام ده خطير قوي. اللي بيتكلم عن هذا الامر المعتقد الارواحي. خلي بالكم الغريبة في الأمر أيضا إن الحضارات القديمة كلها بلا استثناء هي التي تكلمت على المرحلة ما وراء الطبيعة ما بعد الموت، هي اللي تخصصت في هذا العلم. فالمعتقد الأرواحي أعتقد إن أنا اللي استشفيته من أستاذ مصطفى، اللي هو بيخطط وبيرسم خريطة جغرافية لما بعد الموت. فالكلام ده هو حساس شوية وفي نفس الوقت مهم جدا 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 ان احنا نتعرف على هذا الموضوع. استاذ مصطفى، ويلكم باك مره اخرى، ويلكم باك مره اخرى. معلش الحته دي حساسه شويه وممكن الذي لا خليني اشرحها. الله يخليك. احنا يعني معظمنا كوكب الارض ناس كويسين، يعني ما فيش فقط مؤمنين. يعني الناس الكويسه دي بتذهب دايركت لعالم ارواح، بتيجي تقابلهم الناس، بتيجي تقابلهم اصدقائهم. في ناس هنا بتعاني، في ناس هنا مرضى، في ناس غلابة كتير. ليه يعدوا على الهوية الأول؟ اللي بيجذب للهوية دول الناس السلبيين، الناس اللي هم بيأذوا الغير، الناس اللي هم عندهم كراهية، الناس اللي بيسبب مشاكل، القتلة، المجرمين، مغتصبين الأطفال. الناس دي لا يمكن تروح تعيش في مكان كويس، فبيروحوا الأول الهوية دي. وللأسف زي ما أنت بتقول في شيطان، في أرواح على نفس مستواهم، بس زي ما يكون كده مجرم داخل أحد السجون هنا في الأرض. فدايما تلاقي رئيس حد في السجن بقى بيعمل المعلم، بياخدوه يضربوه يدوله طريحة وهكذا، يعني بيعملوا حاجات كتيرة جدا، فبيتعذب داخل المكان ده. لكن ما هم مش شياطين، هم إنسان زينا لكن في المكان المهابب ده. أول ما يتوب ويرق قلبه ويطلب التوبة ويتوب إلى الله ويعيط ويطلب وكده، فبيتم إنقاذه. ربنا سبحانه وتعالى دايماً في فرق إنقاذ موجودة في الهوية بينقذوه وياخدوه لأحد المدن الروحانية، لكن لو هو مصر على إجرامه بيقعد هناك. ده ببساطة. بس يا استاذ مصطفى، العالم ده والاماكن اللي انت بتصفها وبتميزها ديت، العالم ده عالم بالنسبه لنا غيبي غير مرئي، احنا ما شفناهوش. ثواني، ففي بيننا وبين بعض كبني البشر ملحدين، ناس تجردوا من هذا الايمان اساسا فبيؤمنوا بالماديات حرفيا. فيا استاذ مصطفى، لو في حد سمع حضرتك او سمع المعتقد ده ممكن يدور في ذهنه خواطر غريبة جدا، يقول لك طب انت ايه اللي عرفك ان الخطوات دي سوف تتم ما بعد الموت؟ ايه دليلك عشان نعتقد بيك او نصدق على كلامك او نحط كلامك تحت المجهر ونبحث فيه؟ جميل جميل. في عندنا خبرات الاقتراب من الموت، في ناس يعني عدت في الاقتراب من الموت ورجعت للجسد وشرحت لنا حاجات كتيره من عالم الارواح دي واللي هي شافته، البلاوي اللي شافوها يعني. وفي عندنا ابحاث الريكارنيشن، الناس اللي تذكرت عالم الارواح ووصفونا بالتفصيل. وفي حاجه بقى اسمها السفر النجمي، انت ممكن تتدرب وتسافر وتروح هناك. بتسافر، ازاي ده؟ ازاي الحتة بتسافر دي؟ بالروح، بتسافر ازاي؟ بالروح وانت على الحياة، وانت في الحياة تسافر وانت بالروح ازاي؟ حي. ايوه، طب زي ما تكون ممكن تدينا الآلية عشان كله عايز يسافر بصراحة.
كله عايز فين ما انت يسافر. مش فيه، مش فيه مش فيه سفر مثلا موجود في الانجيل اسمه سفر الرؤيا دي في يوحنا، يوحنا تمام؟ اللاهوت، ده اخر سفر كتبه. سفر نجمي، سفر نجمي. انا اعتقد ان الاسراء والمعراج، انا شخصيا مصطفى، سفر نجمي، يعني النبي مسافرش بالجسد، خد سافر بالك، روح، سافر بروح، لان لما بيقول لك لما رجع كان فراشه ممكن. سخن. هل ممكن الإنسان يقدر إن هو يتصل روحانيا بعالم الفضاء والمجهول؟ هل ممكن دي تحصل؟ ممكن بالتدريب، يعني بالتدريب. إيه أول خطوة ممكن يتبعها الشخص عشان خاطر يتعرف على والله عالم؟ والله لازم تدرس الاول، لازم تدرس الاول بعدين تدخل في مجاميع. انا شخصيا مش عاوز، مصطفى انت عايز تسافر وتيجي بتاع، مش عاوز، واخد بالك؟ لكن انا اعرف ناس كتيره بتسافر عادي، يعني بيروحوا يساعدوا الناس في الهويه وكده، يعني واخد بالك، بالنسبه لهم دي شيء عادي يعني. في الحياة الدنيوية بيساعدوا ناس موجودين في الجحيم وفي المرض هناك بالظبط بيساعدوهم بيساعدوه. إزاي يا فندم؟ هل عندهم الإمكانيات اللي هم يساعدوهم روحانيا؟ صح، مثلا بيخرج في سفر نجمي، السفر النجمي ده بالروح مش بالجسد، خد بالك، بيبقى قاعد في مكانه وشايفينه، هو قاعد في مكان ما بيتحركش، بيقفل عينيه بيغمض وكده، وبياخده احد الارواح العليا وبيذهب بيه هناك، علشان هو يعرف اخوه اللي اتوفى، واخوه مش خايف يجري مع الملائكه، خايف من النور، خايف من كل شيء، فساعات يجيبوا له اخوه اللي هو الحي، يجيبوا له في الروح، خد بالك، مش جسديا يعني. الموضوع ده كبير، ممكن يلخبط ناس يعني، لكن هقوله يعني لك بقى. مش فبيروح هيلاقي هناك ويكلم اخوه، يقول له ما تخافش وتعالى وكده، واخد بالك، وممكن يا اما يجيبه في المركز الروحاني واحنا نتكلم معاه، واخد بالك، عشان ننقذه، او ان هو ينقذه من هناك يعني، من بره بره كده. طب وهل عنده السلطان ان هو ينقذه؟ لا لا، مش سلطان، بيحاول يقنعه. تخيل انت عندك صديقك حبيبك توفى وهو خايف قاعد في الهوية دي وقافل على نفسه، او عايش في بيت من البيوت المسكونه دي ومش عايز يخرج منها، خد بالك، فانت بتيجي بالسفر النجمي بتروح تقابله، فهو بيتعرف عليك، انا محمد حبيبي، بس انا قاعد هنا وبعاني، بيسمع كلامك، مش عايز يسمع كلام الملائكه. طب وانا عشان واحدة واحدة عشان الناس بتفكر معانا كلنا بصوت عالي، انا دلوقتي محمد ان انا عايز اسافر، هل لازم ايوه، يسحب روحي ملاك معين ولا انا ممكن اتصل روحانيا؟ ولو انا حبيت اتصل روحانيا من تلقاء نفسي، خليني اسأل سؤال، هل في آليات معينة ممكن ترشدني عليها حضرتك عشان خاطر اصعد واتجول غير واقدر؟ متخصص، غير نعم متخصص، انا غير متخصص في السفر النجمي، لكن انت ممكن تبحث في كتب في الموضوع ده، خد بالك، في ناس متخصصه، بناء عن خبرتك. بناء على خبرتي اللي انا شفته، مثلا الناس دي لا تغادر الروح الجسد، ولا هتموت. بيبدا في حبل فضي، زي ما انت ما بتنام مثلا وبتحلم وبتروح اماكن معينه، ده سفر، انت بتسافر وانت نايم، سواء الراجل ده بيسافر في اليقظه، واخد بالك، برضه بيغمض عينيه ومش عارف ايه وكده، لكن احنا بنعملها في النوم في اثناء المنام، وبنزور الاموات وبيزورونا وبنتكلم معاهم. اسال اي واحد شفت حد من قرايبك توفى، يقول لك طبعا في المنام يعني، لان الزيارات دي بتحصل ما بيننا وما بين الارواح دي كتير جدا جدا. فده نوع من السفر اللي احنا بنعمله واحنا نايمين، لكن في السفر الثاني النجمي بقى بالاراده، الانسان متدرب وبيقعد وبيركز ومش عارف ايه، بيسمع موسيقى وكده، وبيخش ويروح مسافر. الأسئلة كتيرة والحوار شيق. الأرواح الموتى محجوزين في مكان لهم الوسيلة والكيفية في الاتصال بينا ولا احنا اللي بنتصل بيهم؟ يعني احنا كمتدينين، خليني أسأل السؤال الآخر من فضلك، احنا كمتدينين كلنا إسلام مسيحية يهودية جميعا لا نعلم بالماورائيات وعالم المجهول اللي هو الموت غير القليل،
وحضرتك بتقول دلوقتي ان في اتصال بين الموتى وبيننا، هل هم اللي بيأتوا لنا ولا احنا اللي بنأتي لهم، ولا في صلة وصل معينة نحن نجهلها؟ هم عندهم حرية أكتر، هم اللي هم اللي احنا بنعتبرهم أموات، هم أحياء عند ربهم يرزقون، موجودين عند الله سبحانه وتعالى، وهم أحياء المكان فين؟ ويرزقون. المكان فين؟ المكان بتاعهم فين الأموات دول؟ المدن الروحانية، شوف كوكب الأرض في زي ما يقول غلاف الجو كده، في غلاف نفسي، واخد بالك؟ احنا بنقع داخل الغلاف دائما، داخل الغلاف النفسي ده. فبتلاقي مثلا فوق القاهرة في مدينة، بتلاقي فوق اسكندرية مدينة، فوق اليونان في مدينة، فوق مش عارف ايه، كل مدينة فوقيها مدينة روحانية. فبتلاقي نفسك انت بتنجزم وبتروح لمكان ناس بتتكلم اللغة بتاعتك، ناس تعرفهم، واخد بالك؟ علشان ما تستغربش المكان، ما بتروحش بقى مكان يكونوا محدش بيتكلم فيه لغتك، هتتجن يعني. انت بتروح مكان اللي بيناسبك، اللي هو اسمه الجو النفسي لكوكب الارض. فالمدن الروحانيه بتقع داخل المكان ده، الكواكب الاخرى ليها الغلاف النفسي بتاعها برضه. يعني الموتى دول محجوزين في مكان في كوكب من الكواكب؟ لا، اللي بيموت في كوكب الأرض عادة بيقعد في كوكب الأرض، في الغلاف الجوي، الغلاف النفسي لكوكب الأرض. بيبقى موجود في الغلاف الجوي حوالينا في الطبيعة في كوكب الأرض. بالظبط بالظبط، حلو، ما بعد اللي الغلاف هو اللي الجوي؟ احنا بنقول عليه البعد الآخر، يعني هم معانا لكن في بعد آخر. في بعد آخر. طيب، ما بعد الغلاف الجوي هل يوجد كائنات أخرى وأرواح أخرى؟ كتير 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 حلو، كتير. جميل جدا. أنهي بعد من الأبعاد اللي ممكن يكون هو الوسيلة وحركة الاتصال بيننا وبين الأرواح اللي موجودة في نفس الكوكب اللي هو الموتى؟ شوف ساعة الباشا، في ناس بتعمل سفر نجمي لكواكب أخرى، مش فقط لكوكب الأرض يعني، السفر النجمي. لكن من الأسهل إنك تتصل بالناس اللي عايشين معانا، اللي هما اللي موجودين في المجال الجوي النفسي ده لكوكب الأرض يعني. فهم بيتصلوا بينا عادة في المنام، بس في ناس بتشوف، في ممكن تسأل كده المشاهدين يقول لك أنا شفتك إيه بالليل وهو متوفي، ايه بيشوفوا اللي يميز كلامنا بقى؟ قدام. ايه اللي يميز؟ ايه الميزة اللي تميز الانسان اللي بيقدر يتصل بالاموات والانسان اللي لا يقدر ان يتصل بالاموات؟ ايه الميزة؟ والله ما هياش ميزة، لأن أنت ممكن تخاف، ممكن تعيش في حالة وهم، ممكن تبقى تعيش في حالة جنون وهكذا. يعني في وسطاء بيشوفوا الموتى دول زي ما احنا شايفين بعض حاليا، بيبقى من هو قاعد الدكتور؟ جنبك وشايف واحد واثنين وثلاثة وعشرة ويقعد يتكلم معاه، بيبقى مجنون بالنسبة لنا يعني. من هؤلاء الوسطاء؟ وسطاء تلقائيين، بتلاقيه من وهو صغير كده بيشوف أرواح وبيتكلم معاهم وهكذا، ف بييجوا بقى ياخدوه ويدربوه بدل ما هو عشان يتحكم في الوساطة دي. لأن مثلا تخيل المنظر، لو واحد 24 ساعة الأرواح عمالة تكلمه وفي دماغه، ويروحوا معاه السرير ويكلموه وعايزين مساعدة ومش عارف إيه، هيتجنن هيتجنن. فعندنا مثلا في المراكز الروحانية بيدربوهم وبيدربوا الأرواح اللي معاه دي، ويقولوا عم الحاج عايز تتكلم معايا ماشي يوم الاثنين الساعة 6 مساء في المركز الروحاني، غير كده مفيش كلام معايا. فبيحدد الوساطة بتاعته، الأرواح دي بتيجي وبتقعد وبتتكلم عن طريقه في المركز الروحاني فقط، يروح البيت بتاعه بدون أرواح، وإلا هيعيش مجنون. فما هياش ميزة، خد بالك، إنك تكون وسيط. ما هياش ميزة، أنا مش عايز أبقى وسيط، أنا طلبت مش عايز أبقى وسيط، دي هتعيش مجنون. أنا أحب أعيش في أرض الواقع، خد بالك، مش عايز أعيش أنا في الأفلام الهندي دي. طب وهل يا استاذ مصطفى، معلش، المراكز اللي هي ممكن ان هي
تكون وسيط بين الوسطاء الروحانيون وبين الماديون، هل دول يا فندم عندهم الإمكانيات للواسطة دي أو للصلة دي، ولا هم كمجرد اختبارات؟ والله ايه الانسان اللي عايز يبحث، يعني انا حتى بقول لو في تلفزيون عربي بدل ما بيعرضوا برامج هابطه يعني، تعالى ابحث الموضوع، ليه ما تجيش تصور، ليه ما تجيش تعمل انترفيو وتعرف ايه اللي بيحصل في عالم الارواح ده، واخد ما بالك؟ يقدروش يا شوف فندم، شوف ما يقدروش، هل ما ده يقدروش حاجه حقيقيه ولا كلام فاضي؟ يا فندم، ما يقدروش. أنا بقولها لك يا فندم على قناة حقائق الأديان، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. جميع وسائل الإعلام واليوتيوبر اللي موجودين كلهم ممنهجين، غافلين، محدودين، غفلاء، يعتقدوا بمعتقدك ويجزموا به أنه معتقد وهمي، كفر، شرك، ابطال، هرطقة إلى آخره، لأنك بتتكلم عن عالم المجهول. فهم يا فندم منتفعين، سواء شيوخ أو أساقفة أو حكامات أو أي وسيلة للتعارف بالناس أو النقاش بالناس. يا فندم أنا بقولها لك وعلى ضمانتي أنا، اوكي اسمعني يا أستاذ مصطفى، قناة تفضل تفضل حقائق الأديان يا فندم لا تكيل بمكيالين، هي قناة واضحة وفاتحة الكتاب وفاتحة الكتب وبتظهر ما وراء الكواليس، وعشان كده الناس بتحب قناة حقائق الأديان. قد يختلف معنا البعض وقد يتفق معنا البعض، ولكن أنا بقولها لك حضرتك بصريح العبارة، جميع قنوات وسائل الإعلام بالشيوخ بالأساقفة بالحكامات ممنهجين، هينظروا لحضرتك وللمنهج الروحاني والملحد بأنهم كافرين، مشركين، مهرطقين، مرتدين، ليس لهم أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بفكرة حضرتك. هم هيتعاملوا معاك بحدية، ما عندهمش ثقافة نقطة التقاء فكرية. فالقناة هنا يا فندم بتعطي درس لهذه المنهجية الجديدة. سؤالي لحضرتك يا أستاذنا مصطفى المفكر المحترم جدا، استاذ مصطفى البرازيلي الذي ينتمي سيف للفكره الروحيه اللي احنا جميعا بنجهله، ما عالم ما وراء الطبيعه اللي هم الوسطاء الروحانيون، هل دول ملائكه ولا ارواح زينا وماتوا وتطوروا؟ لا، الوسطاء انسان زينا زيك كده، كلنا ممكن نكون وسطاء، لو انت عايز تبقى وسيط هتبقى وسيط، مسألة تدريب فقط ومسألة تطوع، لأنك انت اللي هتاخد فلوس مفيش بيزنس، واخد بالك؟ فانت لما تيجي تستقبل روح ويكون الروح مثلا روح شخص مات مسموم، فانت هتشعر بالسم اللي هو بيشعر بيه وقت انتصار، واخد بالك؟ صعب جدا. انا اشتغلت شويه في موضوع ترويض الارواح ده في المركز الروحاني، بقيت تعبت نفسيا، مش عايز الموضوع ده برضه. احنا كنا بنحاول نوجه الارواح دي علشان ايه، تتوب لله سبحانه وتعالى كده، يعني صعب عليا من كتر العياط ومن كتر الحالات اللي كانوا فيها يعني. فالوسيط ده يعني ربنا معاه، انا ما اقدرش اكون وسيط. الناس دي بتحس بألم الروح، بألم الشخص المتصل، واخد بالك؟ تخيل المطر، واحد بطنه مفتوحة، واحد مات بضربة نار، واحد مات كده، الناس بيشعر وبينقل ده للوسيط، بينقل الشعور ده للوسيط، الوسيط بيحس بالكلام ده. فين دور ربنا هنا؟ دور ربنا ايه؟ هل الانسان دوت ربنا اللي بيصيره يعني بيوجهه لهذا الامر، ولا هل هو الذي يختار؟ ودور ربنا فين هنا؟ الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على كل الكلام ده، على كل العالم ده، على كل الكون بما فيه، وبيوجه بقى. بدل ما يترك الانسان ده يعاني ويعيط وكده وكده، بيبعت له فرق الانقاذ، وفرق الانقاذ لما بيلاقوه بيخايف منهم، خايف، مرعوب مرعوب مرعوب، فبيحاولوا يتصلوا بيه مع انسان حي علشان يطمن، واخد بالك؟ رعاية فبيطمن المجتمع. ويبتدي ينقذ، يعني دي رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا الناس دي هتفضل عايشة في جنون، في حالة من بيعيط الجنون.
بيعيط من ايه يا فندم؟ تخيل المنظر، واحد موت نفسه مثلا انتحر، ماشي، وانا عندي فيديوهات عن الانتحار، فبيرمي نفسه مثلا من ارتفاع كبير جدا، فبيقع بيتكسر عظمه، فبيحس بالالم ده كل يوم، بيعيط بيندب، بس بيجي الفضل. مش ده سؤالي، سؤالي الأموات دول بيعيطوا من إيه؟ إيه العذاب اللي بيشوفوه؟ شعور بالألم، إيه نوع هو الألم؟ فاكر ان هو جسده المادي اندفن، هو مش حاسس بحاجة، بيفضل يشعر بنفس الشعور، واخد بالك؟ دي مشكلة كبيرة في المنتحرين، هو بيحسب ان هو انتحر، ضرب نفسه بطلقة نار، انتهى الموضوع، هيذهب للعدم، لا يذهب الى العدم، والعكس، هيبقى يشوف نفسه بيضرب نفسه بالنار وبيشعر بالطلقة دي كل يوم، وبتبوظ له مخه، فهو بيتألم. فساعات الأرواح العليا دي، المرشدين دول، بيجيبوا الزبون دوت علشان الوسيط، عن طريق الوسيط احنا نتكلم معاه وننقذه من اللي هو فيه. بنفس المعيار والمقياس اللي انت بتتكلم فيه وانت في قناة حقائق الأديان ومعك محمد المصري، باحث ومفكر في شؤون الأديان. أعرض على حضرتك فرضية وهسمع رأيك وخواطرك الفكرية فيها. بنفس المعيار والمقياس تفضل تفضل. كفرضية، أيضا الحيوانات الموجودة حولنا هي أرواح وتستشعر الآن وتذوق العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر بناء عن أعمالها، وهي كانت إنسان كائنة مكونة مكرمة في جسد إنسان، والآن هي في جسد حيوان تستشعر العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر بنفس المقياس. رأيك إيه في الفرضية دي يا فندم؟ الخاطئ فرضية ليه خاطئة، يا فندم؟ لأن الحيوان ما عندوش وعي لسه، الوعي الإنساني ده، فلما أنت تجيب إنسان مثلا بالنظرية اللي هي السيخ مثلا، إن هو ما يرجع فهمتنيش يتجسد، حضرتك، ما فهمتنيش. أنا بقول لحضرتك الحيوان هو إعادة ميلاد جديدة في جسد حيوان، أنا بقول لحضرتك كده صح. بناء عن أعماله في المرحلة الأولى. لا، الآن هو، آسف آسف خلينا آسف، أوضح الفكرة، أنا مش فاهم، الحيوان غير مسؤول عن أعماله، خلينا النبات أوضح. غير مسؤول عن أعماله، طب هو خلينا فقط عنده غريزة. خلينا اوضح الفكر. تفضل تفضل. حضرتك قلت في البدايه ان عالم الموتى هم موجودين في المكان، ولكن حضرتك لن تحدد المكان والزمان، ولكن قلت موجودين في عالم داخل نطاق الكره الارضيه. من فمك استدل بيه على صحه كلامك. طيب، بنفس تفضل. المقدار والمقياس، بما اننا نجهل المكان الذي يوجد فيه روح الموتى، فأنا بفرض على حضرتك فرضية، هذه الأرواح موجودة أو بعض من الأرواح موجودة في جسد حيوان، وهم يذوقوا العذاب الأدنى الآن دون العذاب الأكبر في الحياة السابقة أو الأولى التي كانوا عليها. يعني أنا وحضرتك دلوقتي إنسان، بعد الانتقال لو أعمالنا سيئة هنولد أيضا في مرحلة ميلاد جديدة في جسد حيوان، عشان كده هنذوق العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والدليل على صحة كلامي إن الحضارة الفرعونية القديمة كانوا يحنطون الحيوانات. اتفضل يا فندم. تمام. في الواقع المعتقد ده سائد، يعني حتى عند اخواننا السيخ وكده، اللي هو الفسخ والرسخ بيقول عليه، ده اللي ممكن الانسان يعود حيوان او يعود نبات او يعود حتى جماد، ده في 3 انواع. لكن احنا بقول لك بالدراسه بالاتصالات وكده، لا، في قانون اسمه قانون التقدم يحكم الطبيعه، انت وصلت لمرحلة الانسان مش هترجع لمرحلة غير انسان، دايما هتتقدم. الحيوان ممكن يرتقي لدرجة انسان، لكن بيحتاج على الاقل 25 مليون سنة، يعني حضرتك في الوجود
اكتر من 25 مليون سنه، وانا طبعا نفس الموضوع. طيب ليه حضرتك؟ ارتقاء لا يوجد تقهقر. طيب تمام، ما هو احنا برضو بنفكر مع بعض بصوت عالي يا استاذ مصطفى، نكمل مع بعض المرحلة اللي هي الأرواحية مع بعض، ده مش عيب ولا غلط ولا حرام، كلنا أصحاب أقدار ذهنية، فبنحاول نحاول يكون في رابط استدلالي، نكمل مع بعض الطريق، لأن الطريق ما فعلا بعد ده حساس شوية، فلازم نحط فيه افتراضية ثم نظرية ثم علم قابل للتجديد وللتمديد وللتحديث، ده لا عيب ولا غلط ولا حرام. أنا بقول لحضرتك بما إننا نجهل ما بعد الموت المكان، فأنا بفترض على حضرتك فرضية إن الحيوان اللي موجود حاليا متداول بيننا وبين بعض ده، الحيوانات الكلب والفار والقطة وي وي وإلى آخره. طيب الحيوانات ديت إيه الدليل يا فندم إن هما ما كانوش بني آدمين مكرمين وبناء على أعمالهم الشريرة يذوقوا الآن العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ زي ما بقول لك، هي دراسة. انت لازم لما تيجي تدرس الدراسات والاتصالات وتتأكد من الاتصالات، في قوانين إلهية يخضع ليها كل الكائنات في الكون. الله سبحانه وتعالى ما عندوش زي ما احنا بنقول، ما عندوش خيار وفقوس. الكون ليه سواسية، كل الكائنات سواسية، كل المجرات سواسية، كل الكائنات في الكواكب الأخرى كلنا زي بعض، مفيش حد أحسن من حد. خد بالك، زي ما انت حضرتك بتقول لي شيوخ وكده هيعترضوا على كلامك ويقولوا، مش مشكله، سيبهم براحتهم خالص، وما تقعدش تناقش وتضرب وتعمل ليه. هم ايضا في احد مراحل الارتقاء هيرتقوا وهيبقوا زي الفل وهيبقوا ملائكه وتمام. سواء لو الانسان النهارده هو مش فاهم، خليه براحته، لانه ما تضغطش عليه. ما تقدرش انت تجيب طفل مثلا بيدرس في سنة تانية ابتدائي وعايز تحط في كلية الترم، خليه في المرحلة بتاعته يتدرج. هو مقتنع بالكلام ده، هو مقتنع ان ما اعرفش، كان في فيلم ايام زمان لمريم فخر الدين بتقول الشيخ التكروري، الشيخ التكروري هو اللي هينقذني، هو اللي يعملني. خليها دي البراءة دي ممتازة، والله سبحانه وتعالى بيسمح بيها. خلي الراجل اللي هو يؤمن بالمعتقدات اللي هي مبسطة واللي هي تخالف العلم، بس تمام. هو لو هو خير وهو بيعمل الخير وبيحب الناس وتمام، خليه زي ما هو. انا اعترض فقط على العنف، خد بالك، لكن ما يجيش انا واحد يقول لي مثلا طب مين خلق الله؟ ماشي، نقعد نتكلمه كذا وكذا، وفي اول ما فيش، هو مصاب، فانت لازم تسيبه في وقت من الاوقات. يعني يا استاذ مصطفى خدها مني بمحبه، حضرتك يا فندم اتفضل بتقول اتفضل. كلام، حضرتك يا فندم بتقول كلام انساني جميل جدا، ولكن الاديان بشكل الحيوان دقيقة واحدة، دي عشان نخلص اللي انت سألته. الحيوان هو عنده شيء اسمه مبتدأ حيوي، هو مشروع روح، لسه مش روح زي الانسان. المشروع الروح ده لا عليه مسؤولية ولا يسأل، ولا إذا افترس لازم يرجع يفترس، ما فيش الكلام ده. هو بيذهب لعالم الأرواح بياخدوه ويرجعوه تاني لعالم المادة عشان يرتقي، لكن هو غير مسؤول عن، هو عنده غريزة بيتعامل مين هم؟ بالغريزة فقط. مين هم اللي بياخدوه وبيودوه؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى بإشراف الله، لا شيء يحدث في الكون بدون امر الله سبحانه وتعالى. طب ليه زي ما ما نقول؟ السيد المسيح قال، حتى لو ورقه من الشجره تقع، لا تقع من ورقه من الشجره الا بامر الله سبحانه وتعالى. ماشي يا دكتور مصطفى، بس انت حضرتك بتقول الأرواح العليا هم الوسيط وهم العامل المؤثر في الانتقال والتقارب، ما جبت سيرة الله نفسه. جميل جميل. لا، لما حضرتك ترتقي مثلا وتصل الى درجه من درجات الارواح العليا، او تصل الى درجه ملائكه، حضرتك مش هتقعد مكتوف الايدي هناك، والا برضو تبقى حياه ممله. في قانون الله سبحانه وتعالى خلقه برضو علشان الحياه ما تبقاش ممله، لان احنا هنعيش الى الابد. احد القوانين دي اسمه قانون العمل. حضرتك هتعمل بامر الله، انت مش هتعمل بطريقه هبول كده،
انت هتعمل بامر الله سبحانه وتعالى، ولما انت مسؤول عن مكان معين، عن كائنات معينه، بقول لك الكائنات دي انت هترجعها بالطريقه دي، بتتعاون مع المجموعه الفلانيه بتعملوا كذا كذا. العمل اللي انت بتعملوه ده هو اولا ما بيخليش حياتكم ممله، واخد بالك، بتفيد الاخرين وبتعمل، لكن مش معنى ذلك ان انت عوضا عن الله سبحانه وتعالى، هو بيوجه كل ده وبيسمح بيه. يا الله ريت سبحانه تكون وضحت. الله سبحانه وتعالى بيسمح بهذا الأمر. أنا أولا عايز إن أنا أشكرك، ومش عايز أطول عليك، ومش عايز أطول على السادة المشاهدين. أنا مستمتع جدا بالكلام معاك، بجد 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 الكلام معاكم بيدي طاقة روحانية وبيفتح آفاق ذهنية كلنا محتاجينها. صدقني صدقني، سواء اختلفنا ومع بعض أو اتفقنا مع بعض، كلنا مختلفين في ألواننا، في أشكالنا، في ألسنتنا، كلنا مختلفين. فنقطة الالتقاء الفكرية بين الأديان ومن لا يؤمن بالأديان هي منهج القناة. علم بعلم، منطق بمنطق، إيمان بإيمان، هكذا نتعارف على بعض. خلقكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا بشكرك، بشكر كل الأساتذة الأرواحيون، بشكركم بشكركم حقيقي من قلبي والله بشكركم. استمروا في المنهج بتاعكم، فيدونا واحنا هنفيدكم. خلينا نتعاون لنقطة التقاء حقيقية، البحث عن المجهول، البحث عن الغيبيات، البحث عن ما وراء الطبيعة، سواء من الأديان، سواء بالعلم الحديث، سواء من الطبيعة. مش مهم من الذي يكتشف، المهم الذي يكتشف أو الذي اكتشف فعلا حقيقي. أستاذ مصطفى أنا بشكرك، لو عايز تقول أي حاجة قبل ما نختم يا فندم. شكرا جزيلا. سواء احنا اختلفنا او اتفقنا، فكلنا بنتفق على ان في خالق لهذا الكون، معظمنا يعني خالق لهذا الكون هو خالقنا كلنا، يعني نتبارى على حب الله سبحانه وتعالى. مجرد الروحية فيها تفاصيل شوية بس، يعني لكن هي نفس الموضوع يعني. ماشي، شكرا جزيلا، احب كل الناس، سلام. ممكن معتقد الأرواحية هي عندها الشفرة والمفاتيح اللي احنا هناخدها وهنقدر نبحث فيها. بالعكس، احنا بنشكركم بزيادة شكرا. جدا جدا، انتم بتفيدوا البشرية، انتم بتفيدوا البشرية. وأي حد مثلكم يفكر، يتدبر، يتأمل، صدقني بيفيد وليس ولا بيضر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول عليه الوحي من جبريل أمين وحي السماء كان يعبد الإله الرب الخالق عبادة إبراهيم، النبي إبراهيم البدائية، ألا وهي التفكر، التدبر، البحث، التفتيش، أين هو الله، من هو الله، الارتقاء الذهني. وبعد أن بحث وتحرر وتدبر، الله عز وجل قال في القرآن: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. فأتمنى المنهج بتاعك يا أستاذ مصطفى يكون هو الوسيلة على خطى سيدنا إبراهيم، إن احنا نرى ملكوت السماوات والأرض، العالم الغيبي، بناء عن التعاليم المحترمة اللي عندكم. لو عايز تقول الله أي يخليك. حاجة، لو عايز تقول أي حاجة لقناة حقائق الأديان، اتفضل قبل ما أختم. لا أشكركم جزيلا، يعني في سرعة فقط، يا ريتك تحط رابط القناة عشان اللي عايز يدرس بالتفصيل بطريقة بسيكونس، يعني لأن احنا بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا بسرعة، يعني في أنا الموضوع ده عايز محتاج دراسة، بص، وممكن انت تتابع القناة برضو وانت هتشوف التفاصيل يعني. طبعا أنا عايز أقول حاجة لحضرتك. تفضل. إحنا في بداية تعارف بالمشاهدين بالمعتقد الأرواحي يا أستاذنا مصطفى. فبحاول إن أنا أحصر جميع الأسئلة التي سوف تطرق على الذهن، سواء عالم أو جاهل، ووجهها لحضرتك. ومن منطلق هذا الأمر حضرتك ممكن تدي عناوين. من هذه العناوين أنا قلت لحضرتك السلسلة ممتدة مع حضرتك،
الحلقات القادمة يا فندم هيبقى فيها سرد للتعاليم الأرواحية، وهنفتح كتاب الأرواحية مع بعض. تمام يا أستاذ مصطفى؟ جميل جميل جميل. بس يا فندم. تمام. شكرا، سلام سلام. حبيبي يا أستاذ مصطفى، وأنا بشكر كل السادة المشاهدين المتواجدين معانا، وأتمنى قبل ما تخرجوا اعملوا لايك عشان الحلقة تكون في أوائل نتائج البحث للناس المتدينين المفكرين المتنورين، يحاولوا يكونوا في رياكشن ذهني والتفاعل مع هذه الأفكار الجديدة بالنسبة لنا، ولكن هي قديمة بالنسبة للأستاذ مصطفى والمعتقد الأرواحي. واعملوا مشاركات على الواتساب والفيسبوك لأصدقائكم زي ما احنا لنا دور وبنحاول نفكر مع بعض بصوت عالي. حضراتكم لكم دور في نشر هذه الرسالة. أستاذ مصطفى تصبح على خير يا فندم، وسلام لحضرتك وكل تصبح على خير. سلام 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 يا فندم.